السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمحبة والسلام. نحييكم في برنامجكم برنامج الريس الذي يأتيكم عبر الهواء مباشرة في تغطية خاصة استثنائية لننقل لكم من خلالها فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا المهرجان الذي يأتي تزامنا مع احتفالات الدولة بذكرى تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى المؤسس طيب الله ثراه، 18 من ديسمبر من العام 1878. بعد التحية بكم، يسرني أن أحيي زملائي في الاستديو غانم بن رده الهاجري وراشد بن حارب السعدي، فهد بن مبارك بن حباب الهاجري، وحامد بن ناصر النعيمي، وسهيل بن بطي بن غراب الكتبي، وحمد بن علي بن جرحب المري، ومبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، ومشاري بن ناصر اليامي. فمرحبا بهم جميع، مساكم الله بالخير يا رب. يا مرحبا. إذن مشاهدينا الكرام، كذلك الترحيب بالمغردين عبر تويتر، نرحب بكل المشاركات عبر وسم برنامج أندرسكور الريس، دائما مشاركاتكم تسعدنا وتثلج صدورنا. اليوم بمبارك 21 شوط، 13 شوط في الفترة الصباحية، 8 أشواط في الفترة المسائية مع حيل وزمول الأشواط العامة. استمتع الجمهور اليوم بأداء وبركض وبقوة استعداد لمثل هذه الملتقيات الكبرى. محمد، اليوم شفنا الأشواط الفترة الصباحية، وبداية مع الأشواط الإنتاج شفنا أشواط قوية، أشواط الشوط الأول فوتو فينش اللي هي الظبي عند منصور عبد العطية، وكذلك وصيفتها طويلة عند أحمد بن علي بن واس، وكان شوط للأمتار الأخيرة ما تحدد الشوط إلا بعد الفوتو فينش. وشفنا أشواط قوية، والفترة المسائية شفنا الأشواط الشعارات اللي مسجلة في شوط السيف مركضها أركضت اليوم في الأشواط الفترة المسائية، جميع الشعارات كلها دخلت في دائرة المنافسة. يعني عندك الشوط الأول الرئيسي سحابة عند أحمد بن قام الهديفي، وصيفتها شعار المسند وصيف الشوط الأول محروسة، وأبابيل المركز الثالث لشعاب الغدير. هذه الشعارات الثلاثة هي الشعارات المرشحة في شوط السيف، شفناها حوارات حضور قوي في الشوط الأول، ونقاط عند ناصر المسند، عند أحمد مقام الهديفي، وعند كذلك راعي دهشة اللي مشاركة في شوط الانتاج، شفناها اليوم أفضل توقيت لعصا في الأبطان ما شاء الله. هذا يدل إن شاء الله يعطيهم الأريحية شوط السيف. فجميع مثل ما يقول المقاييس أو مستوى العزبة مؤشرات. مستوى الهجن مؤشرات العزبة كلها شفناها اليوم، والكل أدى أداء حلال، أدى أداء طيب، ونهنيهم الناموس. فهذا يدل إن شاء الله أننا راح نشوف شوط استثنائي، راح نشوف الهجن كلها في مستوياتها إن شاء الله، بعيدا عن موضوع الخلة ما خلة. فنتمنى لهم التوفيق كلهم، إن شاء الله بنشوف شوط غير على الأشواط السنين اللي طافت. أبرز العناوين اللي شاهدتها مشاري اليوم، وأيضا من هي الأسماء التي لفتت انتباهك وتتوقع أن نراها ربما في أشواط السيوف ولا الرموز في المهرجانات القادمة؟ والله يا أبو محمد، مسي عليك بالخير وعلى الأخوان المحللين وعلى الجمهور الكريم خلف الشاشات. أبرز يعني بالنسبة لي أنا كشخص متابع للهجن اللي هو غياب شعار الشهواني، سواء في سن الثنايا أو في الجذاع، كذلك في الحيل، هو من الأسماء القوية اللي نتمنى لها التوفيق، وكذلك يمتلك حيل قوية ومرشحة. تقصد عبد الهادي بن خليل؟ إيه. هل تستمر الخلة في شوط السيف أم إن شاء الله يفاجئنا ويكون عند الموعد ويحضر؟ الشيء الثاني، طال عمرك مثل ما تفضل أخوي مبارك، أغلب الشعارات المرشحة على شوط السيف حضرت اليوم، وفي سن الثنايا أيضا حضرت. شفنا اليوم حيل صراحة منها سحابة، ناقة تصنف للسيوف اليوم سبقت الشوط الأول بكل أريحية، والعصا في البطان كذلك حضرت تيم الطيب، لو طلب منها تيم يمكن تجيب تيم قوي أكثر من كذا. نتمنى دخول أسماء جديدة يا أبو محمد صراحة في عالم السيف، ونشوف شيء جديد. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. محمد، أنا بس بذكر سألت سؤال مشاري عن أسامي الحلال اللي يركض اليوم. في أسامي ركضت اليوم في رصيدها كاسات وفي رصيدها سيوف. عندنا مشاعر حصلت على نقطة اليوم في رصيدها سيف العام الماضي في صيف الصياهد، وعندنا الفدى ناقة سعيد جابر الحربي العام ماخذ كاسة شلفة الثنايا في ميدان الشحانية، وشفناها اليوم فترة مسائية سبقت، وأداها كان أداء طيب، نهايتها قوية. فهذا يدل أن الحلال اللي عندهم في السيف إن شاء الله أنه بيؤدي أداء طيب، ومستوياته أقوى أو أنه أجهز من الحلال هذا.
فهذا تجهيز للمهرجانات القادمة. أكيد. لكن ما قدموا مثلا سعيد جابر عنده ثنتين في السيف، وناصر بن عبد المسند مشاعر سبقت اليوم عنده تقريبا 5 مطايا في السيف. هذا يدل أن الحلال هذاك أجهز من الحلال هذا اللي ركض في الفترة المسائية. يعني راح نشوف شوط السيف حلال جاهز وعنده رصيد من الإنجازات. أكيد. مثل الحاضرين شفناها سبقت مهرجان في ميدان المرموم الشوط الأول مسجلة في شوط السيف وهي صاحبة السيف هذا العام الماضي. فتوقع أن السيف مهرجان المؤسس السنة هذه غير عن السيف السنين اللي طافت. صحيح. كقوة. إذن بنجرحب الهجن في طور استعداد اللي منها جاهز. وأعتقد أن المضمر من صفات المضمر الناجح أنه يقيس مستوى ذلوله، هي الآن قادرة أنها تروح في شوط رمز أو الوعد والتوقيت معها أنها تروح في هذا الشوط، وبالتالي التوزيع مهم جدا. المستويات والمؤشرات اللي شاهدناها اليوم دليل وخير دليل على أن القادم في يوم بعد غد سيكون التحدي على أشده وستكون المنافسات على أعلى مستوى. نعم محمد، لو بنتكلم عن المؤشرات والجاهزية لمهرجان المؤسس نشوف في عزب نسبة الجاهزية عندهم عالية. الدليل طال عمرك أن شفناهم مشاركاتهم في مهرجان جائزة زايد الكبرى وحققوا نتائج طيبة، اليوم في مهرجان المؤسس يعيدون نفس الإنجاز ويعيدون أن هذا دليل المطية أو المطايا عندهم جهزت، مطية قد جهزت ما عاد عليها من المشاركات. لو تشاركها بعد 10 أيام تشاركها بعد ما يأثر عليها، يأثر عليها إذا كانت نسبة جاهزيتها مهيب عالية. المتوقع واللي شفناه وتفضل فيه الربع كلهم الشعارات، الكل مستعد، الكل حقق إنجازات، كل ما هو مرشح اليوم لأشواط الرموز في اليوم الختامي شفنا لهم إنجازات، اللي سبق واللي نافس يعني بغياب شعار عبد الهادي بن خليل وغيابه مو مؤشر انه يستبعد من المنافسة او الترشيح على شوط السيف. شفنا عزبة ناصر المسند العام الماضي غابت من اشواط الرموز ولكن حضر في السيف وحصل على السيف. العزب اللي مثل هذه اللي فيها نوعيات وفيها مضمرين عندهم باع طويل في هذا المجال بإمكانها يوم من الأيام يقلب الطاولة على المنافسين. وشعار عبد الهادي بن خليل شعار من الشعارات اللي احنا من بداية الموسم احنا دائما نتكلم عنها وعن وجودها، ونتمنى ان شاء الله التوفيق ابو خليل والربع المشاركين كلهم. نعم ابو سلطان، من الأسماء اللي المميزة اللي واكبت رياضة سباقات الهجن منذ سنوات، يعني ما نبي نكبرك ابو سلطان ولكن نقدر نقول بأنك من يوم نشيت وانت في الركض رياضة سباقات الهجن مهما طالت السنين ومهما انتهى موسم الإثارة تبقى مستمرة وتشويق للسباقات موجود والإثارة موجودة، وهذا ترى من نعم الله عز وجل علينا أن وجود هذه الرغبة وهذا الحماس للركض. نعم. يعني كل ما انتهى موسم الموسم اللي وراها طيب وطيب. الحمد لله، هاي نعمة من الله، الحمد لله اللهم أشكره. هاي شوف هذه الركض وهايش الركض هذا أنت قل لين ليك مر عام، مر عليك شهر، مر عليك أسبوع الركض كما ياك أسبوع لأن الركض أحسن. صدقت. وأنت مشتاق له، الركض ما ينمل منه، الركض عمرك كما يال السنة تطور دعم فضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم أصحاب السمو الشيوخ. الحمد لله. بهالجوائز هاي القيمة الحمد لله، بهالشيء اللي نشوفه طال عمرك الرموز الجوائز المهرجانات اللي كم تقريبا الحين يمكن عندنا الحين 5 مهرجانات عندنا في الإمارات وعندكم من يمكن 3 والسعودية بعد فيها كم مهرجان، يعني لو تقول أكثر من 10 مهرجانات أو 12 مهرجان في الموسم، يعني حتى داخلة المهرجانات. صح. فهذا طعمك اللي الناس ما يحسون بالركض أن كل ما ياه مركاض يبى مركاض الجاي. صح. واللي ما سوى نتيجة في المركاض هذا نسيه خطف يبى مركاض الجاي. صح. فهذا طعمك اللي مخلي الناس متفائلة ومستمرة طال عمرك ومتشوقة للشيء هذا. صحيح. وهذا ركض كان من استوينا نحن فيه. اي نعم. سابجه ومسبوقه. صحيح. يعني من استوينا هو بتونا ويخبروننا هلا اللي قبلنا. قالوا ركض ركاب هذا من استوى، وركض ركاب له روح رياضيه، اللي بيزعل من ركض ركاب بينسبج بيزعل من ربه يقلع الركض. ويزعل شوي. اي نعم. ركض ركاب هذا ركض ركاب من استوى الدنيا. صح. لكن لازم راع السبق يبس السبق. ويوم ينسبج يتأثر، ما عليك من يقولك ما تأثرت، لا يتأثر يوم ينسبج يتأثر، لكن يقول ما تسب واحد. اي نعم. ولا راع الركض راع السبق يبا يوم يركض يبس السبق، لازم يكون عنده روح رياضيه. اذا عنده روح رياضيه لكن يبس السبق
السبقي باب يسلم خمس دقائق وعقبه يسلم. لا والله بعضهم والله بعضهم يبطي. اي نعم يعني راع السبقي باب صح. والركض طعمك اللي يعرفه يعرف ان هذا اللي سواه بجوب تام لو يسبق ما حد سبقه ما حد ذاك واحد دون استوى ركض صحيح. هذا الدين من سوى الدين سابج ومسبوق وهي مطيه تعاملك ويا حيوان انت بعد. صدقت نعم. شو السر بوذيب في رياضه سباقات الهجن؟ كل سنه فيها الاثاره اكثر، كل سنه فيها الحماس ازود. والله هذه الرياضه طال عمرك اهلها يتعبون عليها جدا، يتعبون على سلالاتها، يتعبون على انتاجها، ويلقون ويشترون، والشيء لمنه زاد جوده زادت منافسته. والجوائز قويه، الجوائز مين مثل جوائزهم اول؟ الحين 5 مليون ومليون ونص ومليونين. الحين الرجال طال عمرك بعضهم يحايلونها بثمان، وهو يدور الثمان ويدور السبع، ويا بالله الا انه يبيع له ياخذ جائزه مليون ونص ويروح بمليونين 3 مليون. صح. هو كان يمكن يدور المليون ولا 600 ولا 700، لكن الارزاق عند الله. صح. سبحانه. وبعضهم ياخذ الجائزه مليون ونص وتبقى مطيته عنده. وتبقى مطيته عنده، ما هو يعني حلال. هو يمكنك لو انك جايه قبل الركض يمكن يبيعك حتى بسبع وبثمان. في بر يجيل حلفوا انهم لو انهم جاوهم بالسبع وبالثمان يبيعون وياخذ جائزه مليون ولا مليون ونص وتسعيره مليونين. نعم. فالركض المدعوم والركض اللي 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 اللي, اللي الناس تعبانين عليه لا تستغرب من حماسه، والهجن حظها طيب الحمد لله. حنا طال عمرك جربنا كذا سنه، يمكن حنا نروح للطائف ونقيض يقول السوق ذا الزمان ما بحد، وان الله يرزق المسلمين بواحد ياتي ياخذ البارك والقايم واللي على جنبها واللي تطحس ويقوم سوق جديد. صحيح. ما احسبوا لها العرب. فهذه ارزاق يوزعها العزيز الحكيم، وتبقى في رزق الرزق الراعيه. صحيح. لله نوالك شيء ان جاءك مر. نعم. ندخل في تحليل الاشواط اذا ابو نواف، ودعنا ننطلق مع الشوط الاول الرئيسي الذي كان في الفتره المسائيه. وفي هذا الشوط جاء شعار ممثل معيذر شعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي ليقدم سحابة التي حضرت بالمستوى الكبير وأقلت شعارا كبيرا. نقول ألف ألف مبروك لأبو ناصر حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على تألق سحابة في هذا الشوط وتسجيلها لتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 46 ثانية 28 جزء من الثانية. حل في مركز الوصافة المحروسة بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند أبابيل للواثق. حمد بن راشد بن غدير حلت في المرتبة الثالثة. بنواف كيف تابعت هذا الشوط؟ الشوط اللي صراحة كل الأسماء اللي شاركت فيه أسماء قوية والشعارات كذلك بذات القوة. صحيح. محمد أمسي عليك وعلى أخواني المتواجدين وعلى متابعة قناة الريان، أسعد الله مساكم جميعا. كما نهني حمد بن غانم الهديفي على حضور سحاب بهذا المستوى الرائع، وبعث رسالة اطمئنان إلى مالكها ومضمرها بأن الهجن حرير ومهات المتواجدات في شوط السيف بيكون إن شاء الله على الوعد. اليوم ما شاء الله تبارك الله سحاب قامت من الستار وهي مستلمة المركز الأول رأس حربة الشوط، استمرت بمضايقة محروسة لفترة من الزمن. كانت المحروسة ند قوي، لكن بعد دخولها يمكن مع الكيلوين الأخيرين بدأت تبتعد، أو من الثلاثة الكيلو الأخيرة كيلوين ونص تقريبا بدأت الناقة تبتعد رويدا رويدا، وصلت لخط النهاية وهي مرتاحة تماما بدون أي مضايقات. فيما بعد شهدنا صدرت تعليمات على المحروسة بتعويض الفارق، لكن في نفس الوقت كان الفارق كبير ولم تستطع المحروسة أن تصل إلى ما وصلت إليه سحابة في هذا اليوم. أبابيل أيضا حاولت تعوض الفارق من المراكز المتأخرة، وهناك أسماء لا تقل منهم مياسة بنواه ومن أبو نواس ومنهن أسماء كبيرة في الشوط أبو محمد، لكن كانت سحابة اليوم على الوعد وكانت تميزت بأداء مغاير عن الهجن الموجودة، علامة فارقة وصلت وهي مرتاحة، يمكن ما صدرت عليها التعليمات إذا كانت هناك تعليمات عن طريق الجهاز فقط تعليمات بسيطة، لكن كعصا لم نشاهد عليها أي تعليمات تذكر. نقول الناموس يا أبو ناصر، وأعتقد أن حرير واللي عنده من أمهات السيوف بيكون على نفس هذا الأداء، واليوم يمكن المالك اللي يشارك في أشواط حساسة مثل هذا الشوط ومثل الأشواط اللي تلنا يطمن على العينة الموجودة، لأن العينة الموجودة دائما تكون الأفضل والأجهز في شوط الصيف وفي أشواط الشلافي الأخرى. فالهجن
دائما تصنيف فيتم العزبة محمد، وهناك استراتيجية عند المضمرين دائما نراهم يفاضلون بين الهجن على حسب جهوزها، فالجهوز هو المعيار الحقيقي في تصنيف هذه الهجن في وضعها في الأشواط في الأشواط اللي هي تقدر عليها. اليوم أعتقد أنها كانت سحابة محمد الأقدر والأفضل بحكم ما قدمت، ونتمنى إن شاء الله أن نرى رفيقاتها في العزبة بنفس ما قدمت الذلول، ونتمنى أيضا للأخوان المشاركين في شوط السيف كل التوفيق. نعم، ركض الثمانية غير، ومهما قلنا في الثنايا ولكن يبقى لركض الحيل أبو مبارك رونق خاص. بداية الله يمسيكم بالخير أخوان الحضور مشاهدين الكرام، إحنا نهني أخونا حمد بن غانم الهديف أبو ناصر اللي مسيه بالخير، ونهنيه ناموس سحابة اللي بصراحة اليوم عطت مؤشر للإطمئنان لمشاركة شعار حمد بن غانم في شوط السيف. فاليوم شفنا سحابة ما شاء الله تميزت، انفردت عن جميع المشاركين، سبقت بكل أريحية. ولا ننسى كذلك التهنئة للمضمر حمود بن محمد الوهيبي على هذا الإنجاز الغير مستغرب، استاهل على هذا الشعار وهذا المضمر، استاهل. بالنسبة للركض الثمانية أبو محمد، هو ركض متعة وركض وجود طال عمرك الأشواط الحيل بالذات. الحيل طال عمرك لما احنا نتكلم عن الحيل المشاركات في الشوط كل واحدة نسرد إنجازاتها ونسرد تاريخها، فدائما طال عمرك العينات النوعية الطيبة هي من يعني البوادر المتابع لها باستمتاعه. فنشوف ما شاء الله كان تبارك الرحمن على هذا الشعار وهذه طال عمرك الذلول اللي هي سحابة، كانت طال عمرك يعني في الأمتار الأخيرة عند أصدار التعليمات الصوتية عليها تباعد وتفارق جميع المشاركين، على الرغم من وجود المنافسة من قبل الشعارات الأخرى، وجود المحروسة اللي كان الكل تقريباً يراهن على وجودها، لكن اليوم سحابة كانت على مفارقة. فيستاهل أخونا أبو ناصر هذا الإنجاز غير مستغرب، وبصراحة حتى يعني حصلت على المركز الثاني المحروسة بشعار ناصر مسند وأبابيل بشعار حمد بن راشد مقدير، كانت يعني شيقة للغاية في هذا الشوط. وكذلك طال عمرك لا ننسى التوقيت الأفضل في الفترة المسائية مع نو مملوكة بشعار مهير بن علي بن سعيد اندري المنصوري، صاحبة أفضل توقيت فترة مسائية 12 دقيقة 33 ثانية. احنا تكلمنا عن التوقيت يحصل بعد مع شوط العمانيات، فهذا ردا على بعض الأخوان. نعم، ننتقل للشوط الثاني معاك حامد مغادر لبن قنزول، في رصيده اعتقد رمزة وأكثر، واليوم يحضر بأداء استثنائي ولا أروع. والله في البدايه ابو محمد النومس لسليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري على فوز مغادر في الشوط الرئيسي للفتره المسائيه. هو مغادر يمكن مسجل توقيت مميز في مهرجان زايد الكبرى الفتره الصباحيه، اللي حصل على الرمز في الكبرى ذاك معاند في الانتاج، وهذا مغادر. فالنومس بيت بن قنزول، والشعار هذا دائم متعلق ودائم اذا يحضر في المهرجانات دائم يسجل له حضور في اشواط الرموز. كان في بداية الموسم في مهرجان مسس ما شارك في أي من الأشواط الرموز، لكن تأكيد في أي مهرجان بيكون في الوالد ولا في الختامي بيكون له مشاركة طيبة. شفنا تنافس اليوم وتوقيته مميز ونهايته طيبة البعير ما شاء الله، ياب 12 و39، فما شاء الله نهاية البعير أبو محمد يمكن عند 700-800 متر عطت فارق، وممكن الحصل اللي فيها التيم 12 و39 تيم مميز، يمكن أخير من الأشواط اللي هم يمكن أشواط الحول أشواط الأبكار ممكن يابن أشواط اللي هو تيمة 39. فالتيم اللي حصل عليه اليوم مغادر 12-39، النومس لأبو مسلم سليم يقول له الناموس على فوز مغادر. لو بتلاحظ يمكن أبو محمد يمكن منطلق الشوط ومغادر هو في مركز رابع وخامس، اللي يمكن عند آخر 700 متر شفنا مشاركته بينه وبين بعيد الحبابي. بعيد الحبابي بعد لها عدة نقاط في دورة الإمارات ودائم مشاركاته قوية، لكن مغادر اليوم كان على الوعد. شفنا نوعيات الحلال اللي حضرت اليوم ابو محمد، نوعيات طيبه من الحول ومن الزمول، يعني كلهن لهن يعني ما وصلا للسن هذا الا حلال له عده مشاركات في رصيده رمز ولا ثاني على الرمز ولا سياره. من الحول اللي اركضن اليوم حلال المسند ولا حلال الهديفي ولا حلال بالنايف، يعني شفنا نوعيات طيبه. مغادر اليوم كان على الوعد، يستاهلون هالمصانع الجنوبيه ونهايه بعود ما بنهايه بعيد ما شاء الله. يعني البعير اليوم فارق مستواه، يعني لو ما بقل نقل يجيبون لقطه اليوم شارك تعليمات عليه، لكن نهايته ما شاء الله اليوم نهايته اللي هي
تتكلم عن ما بدون ما نتكلم من حول تحدث الشاشه، فما شاء الله البعير نهايته ابو محمد قويه. صحيح. اذا مره اخرى نهني مالك مغادر سليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري على تألق مغادر والتوقيت الممتاز والحضور الاكثر من رائع، 12 دقيقه 39 ثانيه 84 جزء من الثانيه. مبشر جاء في المركز الثاني لسعيد بن فلاح بن جابر الحبابي، ومروض لسعيد بن احمد بن دري الفلاحي حل في المركز الثالث. بن غراب الشوط هذا من اقوى الاشواط، شوط رئيسي، ومغادر يغادر بعرض استثنائي، والكل اليوم يتحدث عن مغادر وعن ادائه المميز. انا هني بن قنزول على فوز مغادر، ومغادر ما شاء الله عنده نهايه قويه وعنده التيم غير التيم اللي سجله، اللي له محرك من بعيد بيسجل توقيت غير التوقيت هذا، بيكون توقيته افضل من 39 يا ابو هون. نعم يمكن يجيب ينزل بعيد 35 يمكن، بعيد نهايته قويه وركضه طيب واداه طيب، وهذا يدل على سلالته وعلى ركضه وعلى مالكه طعمه يرتب بعيره في شوط الشوط اللي يعرف اللي هو كفو له. وانا اشيد بعير هني طال عمرك بعير بن فلاح، بعير بن فلاح هذا مبشر مبشر بعير طيب ما في كلام، شكله وركضه شوف انت حركته ما شاء الله. العام ثلاث سيارات في رصيده ما تبغى بعير بن فلاح مبشر العام ماخذ ثلاث سيارات بعير هذا سبوق ركضه ركضه سبوق بضعه، لكن طال عمرك البعير هذاك اللي هو بعير بن قنزول ما شاء الله فيه بن قنزول فارق اليوم فيه ركضه ما شاء الله ما 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 له حدود ما شاء الله. هذا كانت بعيد سعيد جابر قدام نعم، ولحجه بعيد بن فلاح وغيره خلاص، قلت بعيد بن فلاح خلاص روح انا بعيد هذا مخر بعده، لكن بعيد ترى عنده احتياطي ما شاء الله وايد، بعيد بن فلاح خذ فتره ترى قدام وبدا يباعد في مسافته، لكن من حرك كره بن قنزول بعيده بعيده احتياطيه قوي، وبعيد هذا بعد مستنزف قبل من من من, من روح وروح ثاني والاول ثاني والاول بعيد بن فلاح، وشوف ما شاء الله حركت بعيد بن قنزول ثاني الحين الحين بعيد بن قنزول وصل ثاني بعيد بن قنزول ما في كلام مره الليله فارق مره انا شفت الليله بعيد بن قنزول وناقت بن دري ناقت بن دري ما شاء الله بعد فارق رصيدة ثلاث ولا اربع سيارات بعد عن ركض الشاب ركض الليله اخذ سياره وعصافه راسه واستعرض توقيت افضل توقيت وهذا هو توقيت بعد اللي سجلته تراها عنده زود اي نعم عندها زود ملمر عليه بهيمه ما تنظلم شوف عرضها هل اشوفها شوف العرض شوف اقول لك احتياطي بعيد هذاك ما قصر على سنه بعيد بن فلاح لكن بعيد هذا ما شاء الله الله يبارك الراعي فيه ما شاء الله حمد النهايه هذه ما تعطيك اياها الا نوعيه تصنف على انها من الكبار نعم محمد البعير هذا جاب تقريبا افضل توقيت في استثناء زمون باستثناء شوط نو لكن بعير جاب 39 بعير يجيب يعتبر ثاني افضل توقيت ثاني افضل توقيت نعم ثاني افضل توقيت نعم البعير هذا يصنف البعير هذا من الركاب اللي بنشوفها في اشواط الرموز البعير اداه نهايته مستواه توقيته الزمن اللي حضر هذه كلها معايير يعني تخلي راعيه في المراكز الجايه يعني ما بعير رمز البعير يحسب له حساب في اشواط الرموز انتاج اظني من لب واللم بعد هو هذا اظني انه مخاب ظن انتاجه نعم هذا علم ثاني بعد زياده في الاونه الاخيره الله يوفقه الاونه الاخيره القاعدين سواء في سن الثنايا ولا الزمول سن الثنايا امس افضل تيم ترى عند بعيره قعود الشحانيه هو قعود على الثنايا البكار واليوم ثاني افضل تيم عند الزمل هذا عند هو بعيره فهذا دليل على ان الجوده جوده الهجن صارت اقوى من السابق كذلك امكانيات المضمرين صارت افضل اليوم بنشوف الزمول سواء في سن الحيث ايش؟ يعطونها قت وشعير اول يعطونها قت وشعير ثاني. لا لا في ترتيبات ثانيه عرفها ابو مثل ايش؟ تغيرت السلاله بس ترى ملاحظه ابو يام في محل يعني شوف قبل الله يسلمك كان سابقا كان في فرق كبير بين فرق كبير في اشواط الزمول والحيل فرق كبير يعني يمكن اقل شيء نص دقيقه تقدر تقول الحين خلاص تقارب المستوى الحين قامت الركاب يعني تكسر تيم الحيل في سبب الاول الزمول تثقل الاول الزمول تثقل ما فيه تقنيه لهالدرجه الان البعير الزمل الان تشوفه كانه قعود هذا كله كان السبوق بعير السبوق يسبق لكن تم بوش يبقى ما يوافق ما يجيب توقيتات نعم لا بس الحين اللي قلت عنه نعم. هو اللي تطرق له ابو يام ترى هو هذا التطور اللي لاحظ تطور منها خف البعير خف البعير صار كانه قعود الاول بعير الزمل تشوفه بعير ما شاء الله
علي يرمي ولا يرمي عند الثاني والبعير السبوق. انا خبر الركاب بالزمن القديم يكسر انت من خبر للطامن هي في العشره عند ناصر المسفر 16 وكم كسرتين الحين كسر 17 في العشره 16 يعني ملاحظه ابو يوم في محل وسراب ابو ثري وسراب يوم ثري في نادي الشبا والمحيط نعم والمحيط مرموم تقعدوا تعدوا على مطيه ابو يوم جاب لكم نموذجين في يوم الاربعاء الثلاث سنوات الاخيره حقيقه يعني صارت تكلموا قبل 50 سنه ايه في السن الجذاع لا هم جابوا حاله تنافس البكار وتجيب افضل تيم، المهندس العام جايب افضل تيم ترى على الحيل وعلى الثنايا. اللي امس بعير الشحانيه جايب افضل تيم. بس معلم التطور ويش التطور اللي صار؟ مبهر السيف التطور ويش يا ابو شايب؟ من الحيل مهندس لا مبهر كاسر تيم السيف عصاه بطانة العام المهرجان يعني صارت ظاهره يا ابو محمد. المهندس ختامي كاسر تيم مو بظاهره بديتك هاي صارت ظاهره يا ابو محمد، اول ما كانت موجوده ترى. بس معلم التطور بويش؟ سواء في تعديل السلالات ايوه في الضمار في ترتيب العلاجات كل هذه ساعدت ابو ذي بالليل ما شفت ساده ودي يبغى يوصل للعلاج. نتعرف معاكم مشاهدينا الكرام على نتائج الفترتين الصباحيه والمسائيه للاشواط ال21 اللي حضرت في منافسات حيل وزمول للاشواط العامه. إذن مشاهدين الكرام ألف مبروك وتهانينا لكل الفائزين. اليوم اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بعد خروج الرسائل التي أعلنت من خلالها عن إعطاء كل ذي حق حقه، قامت اللجنة مشكورة بتتويج الفائزين بأشواط الرموز في سن الحقائق واللقاية والجذاع. وهنا نشاهد السيد عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنه المنظمه لسباقات الهجن يكرم الفائزين، وهنا مسلم بن دري المنصوري يستلم الشلفه حقابه شلفه هروب الفضيه الهروب، وهنا ايضا الخنجر الفضي لبن مصرقع واخوانه بعد ان تالقوا في سن الحقائق القعدان، والف الف مبروك هذا التتويج. وهنا ايضا نرى التتويج الاخر لاشواط الانتاج اليوم هذه بكره عيسى بن مسيفري مسيفري نعم عيسى بن سعد عيسى بن سعد اليوم المسيفري نقول الف مبروك يا مسيفري والده وعمه والف الف مبروك وجعلنا موس دايم يا رب العالمين. وهنا التتويج ايضا لشوط الحقائق القعدان بن قطامي الانتاج، وهنا بن قطامي يستلم الخنجر الفضي ونقول الف الف مبروك وجعلنا موس دايم يا بن قطامي. إذن لحظات جميلة، وأنا صراحة مع قرار اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بأن تؤجل هذا التتويج حتى تطلع الرسائل صحيح. نعم هنا سالم بن جبران أيضا يستلم الشلفة الفضية سيوف التي حققت الشلفة الفضية، وبإذن الله إن شاء الله أنها تأخذ السيوف يا بن جبران إن شاء الله. هنا الخنجر الفضي لفهد للوالد علي بن سند المهندي وفهد بن علي المهندي سعود بن علي المهندي وسعود ايضا بن علي والربع وناصر بن احمد الكبيسي وناصر بن احمد الكبيسي على الخنجر لحليتان الف مبروك للوالد علي بن سند المهندي. وهنا فهد اخونا يرفع الخنجر ونقول تستاهل يا ابو فهد وتستاهل يا فهد خنجر حليتان. الان التتويج للشلفه الفضيه لشوط اللقايه القعدان العمانيات ايوه محمد بن خميس البطيني وفي هذا الشوط محمد بن خميس البطيني يستلم الخنجر رمز المحليات اللقاية اللقاية البكار البكار البكار. وهنا أيضا بن قناص العامري محمد بن الحزمي وعمير محمد والربع اللي شلفة أو خنجر لقاية القعدان العمانيات. وهنا الشلفة الفضية في شوط اللقاية البكار الإنتاج مع حمد بن جار الله بن حسين جابر البريدي جابر بن جار الله وجابر بن جار الله البريدي ألف مبروك. وهنا أيضا العويسي يستلم خنجر اللقاية القعدان الانتاج كفو اللي كفو
ونقول انت كفو يا العويسي وبيض الله وجهك على الحضور الطيب. ننتقل الآن إلى السن الجذاع، وفي هذا الشوط نشاهد بن بعيران يستلم الشلفة الفضية نيابة عن سعادة سليمان بن حمد بن جبرين بعد التألق والحضور الكبير مواقف لمواقف اللي حضرت وأدت المستوى الكبير. هنا بعد نتائج الفحص يستلم سعيد بن بطي الزعبي الخنجر، نقول له مبروك يا أبو بطي وتهانينا لك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم راشد بن بطي الزعبي اللي غادرنا ولكن ذكر حي وباقي إلى اليوم، الله يرحمك يا راشد. هنا سالم بن جبران ورمز آخر بعد النتائج، بعد النتائج أيضا نقول تستاهل يا بن جبران هذه الشلفة. وهنا المهندس حمد بن بطي الغفلي وأيضا علي بن عبد الله العطية، علي بن خالد العطية يستلم الخنجر الفضي لعديم، وهنا أيضا بن قناص مرة أخرى ممدوحة يرفع الشلفة الفضية بعد انتصاره مع ممدوحة. نقول ألف مبروك يا بن قناص وجعل فيه العافية هذا التألق. وهنا أيضا حمد بن مسفر المخضوبية، حمد بن مسفر بالمخضوبية وصالح بن مسفر تستاهلون يا حمد ويا صالح هذا التألق، وعلي بن حمد السندوان ونقول ألف ألف مبروك وجعل فيه العافية. إذا قرار طيب تقول يا أبو ذيب. نعم هذا القرار الصحيح 100%. البطل متوج، أنا لو أخذها بعد الفحص ما دروا بي العرب إني خذيت إني تتوجت وخذيت رمز. صح. لكن هذا هو القرار الصحيح، والعجالة ما فيها خير، خلها لها تضرب رصاتها وكل إن يأخذ حقها على ما قال. إذا مشاهدينا الكرام نذهب بكم الآن إلى فاصل قصير، نعود من بعده لمواصلة هذه الحلقة من برنامجكم برنامج الرئيس. حياكم الله مشاهدين الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. واليوم من الأمور اللي صارت في الشحانية رؤيتنا في عشاء أقامه السيد مبارك بن محمد بن بادي النعيمي مدير إدارة السباقات والأنشطة في عشاء ودي جمع هل الهجن في افتتاح مجلسه الجديد، ونقول جعله منزل عامر يا رب العالمين وملفا للطيبين يا ابو محمد. حضر اليوم سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، الشخصية المحبوبة عند الصغير وعند الكبير. وعبد الله شفناه اليوم واستمتعنا بالحديث معاه، ايضا شاهدنا عدد من ملاك الهجن. انا يمكن ما حضرت اول العشاء، تاخرت في الدوحه صار عندي شغل، لكن اللي انا واجهت من الربع هناك واستانسنا صراحه. نعم استانسنا وسلمنا على عرب ما جيناهم وتلاقينا وياهم، وجزاه الله خير وعلى ان شاء الله محله عامره بهلها يا رب العالمين، مبارك له ان شاء الله. نعم هذه الاجواء الطيبه اليوم شفنا السعودي والاماراتي والعماني، وهذه جماليه المهرجانات يا ابو علي. نعم. صراحه والله ابو محمد محظوظ اللي اجتمعوا عنده اخوان شمه كلهم. نعم. من كل دول الخليج جمعهم اللي في محله، ان شاء الله جالها ان شاء الله داخله بالبركه والخير، وهذه جمعتهم جمعتها الهجن، هاي جمعتهم دائما القطري والكويتي والسعودي والاماراتي والعماني والبحريني كلهم مجلس الحمد لله تلقاهم اخوان تبادلون الحديث. ايوه عز الله الحمد من جينا لين رحنا هو واقف على ساق ابن الحلال، تعد الله يكرم يا رب العالمين. وبعدين تلقى حتى لو انك في المجلس الحين تحصل جايينك ثلاثه من كل واحد منهم من دوله. اي أيوة والله اللي الكويتي والسعودي وكلهم جاي مع الاخر في سياره واحده. الحمد لله سمعت، وهذا ندل على شيء ندل على شيء يدل ان ان الرياضه هذه لها بعد اجتماعي كبير. الحمد لله سمعت الاجتماع والتعرف والاخوان، تلقى بعضنا الحين في تواصل بينه وبين اخوانه في السعوديه في الامارات، تواصل بشكل يومي صحيح، سواء كان من خلال من فوائد الغير ماديه هذه لها عده ابعاد، لكن لا. اهمها وابرزها هو البعد صحيح. الاجتماعي هذا البعد الاجتماعي له دور لا وفيها فيها اشياء طيبه في المحله منها جاه الرياجيل
في ناس الحله منهم جاء وظيفه انا جاء مسهيل له وجالس على الكرسي كان مضيفانا. وفي ناس من شروه بن بادي اليوم جيناه واقفه على ساقه، ما يمكن الحين جينا ورحنا ما جلس الرجال ذا. هذا هو يعتبر هذا واجب. هذه نعينها في النشامه اللي مثله هو اللي شروه. وهو يعتبرها واجب. هو نعم. كل طيب يعتبرها نعم. واجب. مجر يجي في محلك لهم شان ولهم تقدير وتشوف شناره في وجهك انت يا المعزب. احتفاله بضيفانه ومقامه ومراحه ومجيه هذا شيء طيب صراحه. نعم ناخذ تغريداتكم مشاهدينا الكرام، لكم حق علينا ونرحب دائما بمشاركاتكم. محمد بن صالح من طاسه العامري يقول مساء الخير يا ابو مثلع، اهني محمد بن سعيد بالكيله العامري على فوز الجذاب وجعله ناموس دايم يا ابو سعيد، ونهني مسلم بن علي بن دري المنصوري على فوز نو وافضل توقيت، وكذلك يتمنى ان يستمر هذا الناموس جعله ناموس دايم يا ابو علي، سبق نو اليوم يطمن جماهير دهشة ونحن من جماهيرها جعل ربي يجملها. وحنا بعد يا ابو صالح من جماهير دهشة بعد. دهشة خبا خواتها عامه وسبقت. أيوة دهشة مجملت عمرها ما فيها كلام. صحيح. سليمان محمد الطاي يقول مساء الخير ابو مثلع، امسي عليك وسلامي للجميع، تزداد الاثاره كلما اقترب موعد شوط السيف ذروه السنام، حلاوه الركض هي وجود هذه الشعارات في شوط الملايين، الكل يبغي السبق والناموس راح يفوز فيه مطية واحدة، وأتوقع أن السيف ما يطلع من الدوحة. شو تقول أبو نواف، يطلع ولا يبقى؟ والله يا أبو محمد نحترم جميع الآراء، والآراء لحد الآن متضاربة، لكن بما أن الملاك اللي يطلع هم ولا يبقى عطرة خلني أجيب اللي عندي وماحش. بما أن الملاك اللي في ملاك القطريين أبو محمد عندهم خيرة الحلال مشارك، ناصر بن عبد الله المسند، عبد الهادي بن خليل الشهواني، يعني حمد بن غانم الهديفي، شعار السيدية ابو سعيد، كذلك غانم بن منصور. هذه الهجم بتكون خطيرة انها تسمح بالسيف يروح برا، لكن هناك ايضا شعار بن غدير، هناك شعار سعيد بن يابر الحربي، هناك شعارات من دولة الامارات حاضر بقوة تنافس. والله اتمنى للجميع التوفيق. وجهه نظري يمكن الجميع مو متوفق واحد، عطى وجهه نظرك وش ملحوظه الطائي تقريبا ايدها، يعني من وجهه نظري اقرب للبقاء، يعني اقرب للبقاء اقرب للبقاء من وجهه نظري. نعم الراهي يقول مساء الخير ابو محمد، حبيت اسال الضيوف لوسيل ولد الجزيره مع اي من مضمرين هجن الشحانيه؟ مع فران محمد. مع فران بن محمد بن قريع اخوي الراهي. محمد دوسري يقول السلام عليكم ومثل، اعتقد جاوبنا على السؤال يا محمد، يقول هل السيف لابناء القبائل سيخرج من الدوحه ام سيبقى؟ اتمنى من محلليك الكرام الادلاء برايهم. لا اتمنى انه يرشح ابو ذيب، اعرف رايه مقدما يقول. ها يقول اعرف راي ابو ذيب مقدما. اي ما اعرف رايه، جزاه الله خير ويعطينا رايه، هو لا ينشدنا او مهم من الجمهور هلا يكتب هو قبلنا شو رايه بيطلع ولا بيبقى. انت شو تقول ابو ذيب؟ ها انت شو تقول؟ أنا وش أقول؟ أنا بأحترم رأيي ذا الحين وبأخشه ليوم السيف. لا عطنا رأيي. لما يرشح لما يرشح ذاك الحين درى برأيي. عطنا تحليل. لما الحين ما حد مرشح. رأيك يا أبو ذيب مهم بالنسبة لنا كمحللين، لأن احنا بنتابع رأيي بتعينه ورقة التقرير. أنا كان علمتهم لكن أنا معي ذا الحين مرشحين ومنافسين. صح. ما أقدر أكشف أوراقي أنا بعد. صح. عندكم أوراق تخشونها وعندنا أوراق المخشة بعد. ضغطوا على السعدي لين أما أبو نواف جعلها بين ناجح تنونية. وأيد البقاء. وأيد ما قال أقرب أقرب. أقرب. علم عند الله بعند أبو نواف ولا عندك أنت. لا العلم عند الله عز وجل. عبد الله يقول مساكم الله بالخير أبو محمد وضيوفك الكرام. الغريب في هذا الموسم عدم ظهور شعار اللورد ولا حتى مشاركته في أي شوط من أشواط الحيل في الصباح ولا في المساء، وحنا نعرف أن شعار اللورد من أقوى الشعارات في قطر، فما هو غياب شعار اللورد؟ هذا السؤال موجه لك ولابن جرحب. عبد الله يا مرحبا بك وسعيد جدا بمشاركتك. أول شيء اللورد عبد الله بن سعيد العيدة ما هو موجود في قطر، بجيك على موضوع شعاره، ولكن هو حاليا في الخارج، نتمنى له ان شاء الله ان يعود سالم الغانم ان شاء الله الى ارض الوطن. وابو سعيد من الشخصيات المهمه واللي تترك الاثر في المهرجانات، شعاره ما ادري اذا شارك اليوم ولا لا في الحين، لكنه شارك في المهرجان وحقق اكثر وصيف من نقطه. وصيف هو وصيف نعم. وصيف رمز ايضا وصيف رمز، وبعدين متواجد في السيف. اي نعم عنده اكثر من اسم موجوده في السيف. اي نعم اي وابو سعيد مهمه الا ذروه السنه. صحيح.
ابو سعيد دائما يمكن يركز على شوط السيف، كل اللي عنده من ثقل يحطه في شوط السيف. ولا تستغرب مثل ما اشار لما انا مستفقد من ابو سعيد. اي نعم، مثل ما اشار حمد بان بتشوف شعار عبد الله العيده في شوط السيف، وابو ذيب يقول ما نستغرب الناس ينشدون عنه. ابو سعيد الله يرده سالم من الشعارات ومن الشخصيات، بغض النظر عن شعاره، من الشخصيات المحبوبه اللي غدت مطرب جماهيري في المنافسه. صحيح. ابو نوره يقول يسعد مساكم، سؤال لابو يام، وش رايك في ان الاتحاد يضيفون رمز للسن الحقائق مكس بكار وقعدام مفتوح؟ ولو ذا مدرس ان انت وياه قدام الحلقه يا ابو والله يا ابو محمد ما اعتقد انه مناسب المكس، ما اعتقد لانه بيسبق القعدان 90% يسبق القعدان. القعدان تسبق القعدان؟ نعم، في الحقائق 90% دائما افضل تيم بشكل عام، يعني بشكل كبير يكون عند القعدان، لانه يكون اقوى من البكار، الجسم البنيه الجسميه والعضليه تكون اقوى من البكار، ولا فيه نمو، فرق في النمو بين البكره والقعود في هذا السن. بعكس لما يجي سن الجذع ثني يكون اثقل البعير شوي، ولو انه في الاونه الاخيره صار ينافس اتيامه، صارت تنافس اتيام البكار. ما يعني في سن الحقائق القعدان اسبق من البكار. صحيح. شو تقول يا ابو سلطان في الموضوع هذا؟ والله مو بشرط، لكن القعود يسبق السبوق، يسبق بكار. السبوق السبوق نعم، السبوق النادر. شو يقول بالعرطي؟ يا ليت يسمح له على الكاس. ايه ابو عقار. اي نعم. شو يقول حافظها يا ابو سلطان؟ حافظ شيء منها، يهبني يقول من مطلع يكوس، ما دام عندي ولد مياس تلادهم مشراي بفلوس لفرك رصاصا على اساس. يقول هو تلادهم مشراي بفلوس لفرك رصاصا على اساس. لا بس عقال الركض منكوس. من غدا ضمره شرى القوس بجدم في شوط حساس، بالفعل قدم ابو محمد فيه. لا من غدا ضمره شرى القوس بجدم في شوط حساس. حساس نعم. يوم ليت يسمح لنا على الدور هيلوس العصير يوم الثير يداس. يوم يحطون الاول على الثير. نعم. وخذ خلف وذبه اخذ في المرور. يا ليت يسمح على الكاس، يقول البيت. لا بس عقال السبق منكوس، يا ليت يسمح له على الكاس. يا ليت يسمح له على الكاس، لان الكاس للبكار. اي نعم. ويسمح له بياخذ شلون في الكاس. اي نعم. اسمحوا له. نعم. محمد الكاسبي يقول السيف بيروح بالشعار بن غدير، شعار السيوف والبيارق. يستاهل. مبارك بن سهيل بن رميله العامر يقول الناموس لمحمد بن مسلم بن قنزول واخوانه على سبق مغادر وسلام المصانع الجنوبيه السلام. خالد بن محمد الجهني يقول الله العالم السيف ما بين المسند وبن غدير. هم الاسمين اللي ذكرت يا ابو محمد من الاسماء القويه، وايضا مع هذين الاسمين كذلك اسماء قويه جدا. من الاسماء ابو ناصر اللي دخلت في هذا الموسم وبقوه شعار الشعار اللي بن حماد الشامسي، شعار بن حماد الشامسي شعار ياتي بقوه كبيره في عالم سباقات الاجن. هل هو مشارك في السيف؟ لا في السيف ما مشارك، شارك للسن اللي ذا ما عنده مشاركه في السن، ما عنده مشاركه في السيف. نعم. شعاره قوي بالصفقات اللي تم هالسنه هذه. صدق. اول سنه ما شاء الله دخل الصفقات اللي تمت في ابناء القبائل 80% راحت منها لابن حماد. صدق. نعم. يستاهل. اشترى وقع على السوق. نعم. خذ اول سنه دخل في المجال هذا حصل على 6 و4 رموز في موسم واحد. ما شاء الله. والموسم اللي بعده نفس الشيء اكثر واكثر، والسنه هذه ما شاء الله بدايه في الطائف وشفنا تواجده بعد في الوثبه جائزه الكبرى، وشارك هنا عندنا وحصل وصيف الرمز ورابع على الرمز، لكن مهرجان امير الوالد ان شاء الله بيشارك يعني فعليه كامله. نعم. زين. باقي 13 دقيقه على الفاصل. واترك لكم المجال، ممكن اعلق على السيف بس يا انا اترك لكم المجال اللي أيه. عنده هل يغادر هل يغادر او يبقى بس السيف اليوم بسيط ابو سلطان يقول ما يبغى السيف الليله على السيف هل سيغادر ام سيبقى يعني لكن أيه. شوف المالك القطري اليوم في شوط السيف الحمل عليه كبير صراحه المشاركين في السيف بحكم انه في سن الثنايا وفي سن اللقاية والجداع كان اكثر الرموز غادرت الشحانيه فالحمل عليهم كبير في شوط السيف انه يبقى اتمنى لهم التوفيق ولو ان النسبه 50-50 يغادر و50 يبقى حكم الاسماء المتواجده وكذلك كبره حلال اخواننا الهجره القطريه في شوط السيف اكثر اكثر ها يمكن مشارك من الامارات بن غدير وسعيد جابر
وابن حمدون ما شفنا الكشف موجود ابن حمدون موجود الكشف لغاية اليوم 28 مشارك في شوط السيف في شوط السيف شوط الملايين نعم شوط الملايين اخواننا طال عمرك من المملكة العربية السعودية عاطف بن عطية القرشي مشارك بمطيتين المملكة هشام بن محمد بن فهيد الرزق العجمي بمطية بالنسبة طال عمرك الحمد راشد مشارك تقريبا ثلاث من الهجن مشاركة حمد بن هيان العامري مشارك بشديدة أحمد المطر مايد مشارك بلفحة فهذول الأخوان المشاركين أخونا محمد بن بارك والحرزي مشارك بغلا يعني الأسماء متواجدة الأخوان المشاركين من الإمارات والسعودية يمكن أكثر أسماء مشارك فيها أخونا ناصر بن عبد الله المسند هو أكثر عدد مشارك كم عدد تقريبا أربع أسماء أربع أسماء تقريبا بعد التصفية الأخيرة وكذلك عبد الله بن سعيد العيدة مشارك بثلاث أسماء غانم منصور مشارك باسمين عبد الهادي بن خليل مشارك باسمين حمد بن غانم الهديفي مشارك باسم واحد فسعيد يابر مشارك باسمين فيعني المشاركة قوية للغاية صحيح. وهجين كلها أرصدتها حافلة بالرموز وصفات الرموز أو كاسات في سن الثنايا ما يجيك لذا الشوط مطية عادية إلا كل منعوتة عاطف يعطيها اسم خطير لها تصنيف فايف ستار ما هو بداخل الشوط إلا كل منعوتة نعم نسأل الله التوفيق للجميع عاطف يعطيها اسم خطير ونعم يمكن يسوي مفاجأة وعادل ونعم عند المملكة عادل من المملكة رعاية كاس نجران نجران مع اسم خطير اللي هو المملكة ونادر ما تستفز سلطان بلعوه شوط السيف عطونا علومكم سالفة لا شيء عندك الموضوع يعني على كيفكم انا ما انا اعتبر انه ماني موجود اعطوني علومكم انتم الموضوع عندك الكره في ملعبكم الحين نتمنى التوفيق للمغرب ان شاء الله في مباراته القادمه اشدنا سرانا من ريز ابو سؤالي لابو سلطان لابو غراب وطال عمرك سلطان لابو سلطان ايش ليش الزمول سابقا كانت اثقل من الزمول اليوم ما هو السبب لدرجة أنهم كانوا يخصونها عشان عشان تخف يعني ترى سبب لا أنهم يخصونها عشان تخف الركض أبو ياسر إيش اللي حصل من ذاك اليوم لهذا اليوم صار الزمل أو الثني يضاهي البكرة في الخف وفي السرعة إيش اللي إيش الفرق هل هي فرق سلالة كيف يعني لا يقول سلطان ان الحين الزمول اخف عن الزمول الاول ما فهم السؤال إيه سابقا كانوا الملاك حتى جاء المنع يسوي لها خصي عشان تخف سبب ترى الخف عشان يخف البعير ايه هو سبب عشان يخف البعير لانه ما عاد ينمو كذكر يخف عنده هرمونات ما عاد تخليه ينمو يجل عظمه يجل رقبته يجل لحمته هذا سبب الخصي سابقا لكن اليوم نشوف ان الزمول صارت تضاهي البكار في السرعه يعني في البنيه الجسمانيه تتكلم ايوه يقول لك هيئه الذكير الحين صارت كانها هيئه الاناثي يخفوهن خفوهن ها اي يقول لك ليش السبب وش هو الركب يركبون ايه التدريب المستمر التدريب المستمر واللياقه الفعليه والعكس سابقا كان 12 كيلو 10 كيلو بطيله حتى اشكام القعود في السن المبكر بعد تعطي اشكام اول ما كانت موجوده سابقا فيما بعد في اسباب كذلك ايضا الحين في موضوع بطرح الترابيل اللي عملوهم في الفتره الاخيره لهن دور كل شيء له دور وايش رايكم في شل الفحص من جميع الاسنان في الرموز فكره ممتازه ها فكره ممتازه انا اقول ان اللي بيشارك فيها اشواط الرموز مو بداخل عنها ذخيره كعلاج وكتعب فأنا من وجهة نظري إن شل الفحص عن جميع الأسنان إنه يرفع قيمة السوق ويرفع قيمة الذلو جدا بس أعتقد المؤسسات ما ترغب في هذا الأمر أبو ذيب ما ترغب صحيح. لأنهم يبغون يشترون المؤسسات وش اللي ما ترغب فيه وش السبب شنو السبب اللي نسمع احنا ما احنا في المؤسسات ولكن ننقل لك الصورة ما له مو مشكلة يقول لك هم اللي أخذوا منك مطية طيب يدورون من وراها التطوير من عقبك طيب لكن الفريق الثاني شو يقول يقول يا أخي لا تخليني على أعصابي خلي الحبل على الغارب زين وانت تدري انك ما جيتك في ذا الشوط الا انا من الشوط طيب معطيه طيب انت تقول كذا ان المؤسسه انا ما هي بشاريها مني الا تحت قيود فحص صح ولا لا صحيح انت قيود الفحص خلها على المشترك مو مشكله لكن انا هالحين تلقى ان المشارك يوم بيشارك في شوط الرمز انه داخل عندها ذخيره 1% ايوه داخل لا داخل لا داخل لا داخل بينت الذخيره
الذخيرة بينت ما يحاسب هذا حبوب ترى هو يحاسب طلعوا ناس سابجين قبل طلعوا ناس سابجين كان حاولت علاجيا علاجيا حتى لو تفحص اللي جاي 30 في الشهر بس شنو هالعلاج؟ ما شنو العلاج؟ اي من نسبة العلاج يعني علاج محرم؟ علاج محرم يا اخي ادينه اسجنه اسجنه انت يوم تعالج الشوط الثنائي نفس يوم تعالج الشوط الثنائي يوم تعالج الشوط الثنائي هو بس هذه سبوك لا لا مش هو انا يوم تعالج الثنايا في الشوط المفتوح نفس يوم تعالج الاداره صبر ابو ناصر انا اعتقد انهم عندهم علاج عندهم علاج لو عندهم علاج للثنيه غير عن الصغيره ما مش غير مش غير لكن نسبه تناسب لكن عندهم المده تختلف نسبه تناسب مده العلاج في اقرب مثال تتويج الليله اقرب مثال التتويج الليله اللي سابجين قبل في طال عمرك ناس الله يعوض عليهم سبقوا وحرموا من الرموز وفي ناس طال عمرك اللي جاء على ذره ثانيه ولا جاء ثالث حصل على الرمز لا تقول ما معالج معالج لكن نسبته بسيطه له كما ابو ناصر وين هو الربع اليوم نتكلم بكل اريحيه وبكل صراحه اليوم ما عاد احد يروح بالمحضار هذا اللي غالج لكن في شخص يعالج على فتره طويله هذا عدل بحث في شخص واحد يقرب المده دقيقه الجماعه يبونها على بعد عدل فحص عدل فحص مو بانه مو معالج عدل فحص انا اقول اللي حتى العاشر حتى اللي وراء عاشر بالنسبة حتى اللي وراء عاشر كمطلب كرام مذيب كمطلب زين لكن اللي قال وش تقرر والمؤسسات وش تبغى كمطلب كمطلب قال مقترح هذا مقترح شو رايك يا بن جرحك في الموضوع؟ والله انا معه وفي نفس الوقت انا مع كلام ابو ذيب طيب لان حتى المؤسسات اللي نتكلم عنها اللي تشتري نشوفها تشتري في اشواط الثنايا اللي ركض فيها مفتوح وخذت رموز وخذت رموز عندهم خذوها من اشواط مرفوع منها الفحص وخذت رموز عند الشيوخ لا اضف على هذا ابو علي في فحص داخلي في العزه هذه فيها جزئيه واحده ان الفرحه تم زين شو الناقل اللي اخذوهم الثنايا وخذت رموز؟ عندهم شو الحاصل بطيه واحده؟ لا اخر شيء خذ لا ترى انت لا تشوف انت تشتري بمليارات يعني بطيه واحده تحسس غزاليه جاءت ثانيه على الرمز انا ايش قلت لك انا قلت بطيه واحده لا اللي خذوها طيب انتم الحين انتم تشتروا للمؤسسات الحين ما بعد شرتوها طالعه في الفحص تنشرى تنشرى الحين شفناها يطلع عند الفحص وتسحب جوائز كم يشترون هالناس في يعني في نسبه تناسب بعدين ترى طلعت الفحص هي سبب دم هي سبب علاجيه خليني اوضح نقطه يا ابو ناصر خليني اوضح نقطه مهما وصلوا الجماعه للعلاجات والاستعداد للركض يبقى مستوى هجن المؤسسات اعلى من مستوى الجماعه هذا شيء مفهوم يعني مضمر هجن الشيوخ اللي عند الهجن واذا اخفق هجن الشيوخ زعلته قلت ما انجز زعلته على شوف الكلام هذا انا ما اوجه لاتحاد معين اقول لا على اللجنه مثل قطر ولا الكلام عام المطلب عام ابو ذيب خليني بكمل كلامي الحين اذا الجماعه اذا المؤسسات اذا فعلا حطوا الشرط هذا للمشترى ويتم المشترى لا انا مع انها تستمر لكن اذا وضع مثل الشرط هذا ولكن نشوف الإقبال على المطايا اللي في أشواط الرموز المركز الأول والثاني والثالث الإقبال عليه بسيط لا والله طيب أبو علي وخل الفرحة واحدة طيب أبو علي عندي نقطة هالحين حنا نشوفها طال عمرك تشرى مثلا في أحدى المهرجانات الخليجية تشرى وترد ترد مهو بأنها ظهرها في الفحص ترد يمكن على نسبة الدم مثلا وتعود وتسبق وتأخذ لها رمز يوم الله ناوي رأيها خير وحصلت العام شفناها في كذا مهرجان عودة وشراها طيب وش عذروبها عام امس وش ايجابيتها اليوم لا في عذروب بعدين بني ترى ممكن يسبب دم العذروب المشترى يظل قائم نسبة غير فحص المشترى يظل قائم مثل ما هو زين انت يوم رديتها على النسبة عودت وشريتها انت تقول بين سنة لا مو سنة ما قلت سنة يقول لك مهرجان يا اخي مهرجان رديتها مهرجان عودت وشريت يمكن المهرجان اشتريته يمكن نسبة العلاج اللي فيها نسبة قوية العلاج اللي لا فيها ما مجتازة مثلا الفحص لا ترى انت تقول ما اجتازت لا اقول لك مجتازة الفحص بس رديتها عندك زين. انت ما اجتازت زين شو تقول يا ابو مبارك؟ اقول طال عمرك النوعية الطيبة الجماعة يبونها والمؤسسات تبيها ما فيها كلام حتى لو انها ما تجاوزت الفحوصات احنا على مر السنوات نعرف بعض الهجن ما اجتازت الفحص ولكن مضمر المؤسسة يبغيها هذه أنا ما أقول لك إنهم يأخذونهم كلهم لكن طال عمرك يأخذونهم ما رد إنهم ما يأخذون حتى بعض الأخوان المؤسسات الشعبية يقول لك أنا بشتريها ما علي مني تأجر فحص أنا الذنودي يبغيها
لان طعمك يرى فيها طعمك انها بكره بتحمل شعاره وتحمل اسمه زين واضح. لا بس انا بقول نقطه عن النقطه هذه. تفضل. تدري وش المطايا اللي المفروض نشال منها الفحص؟ المطايا الكبار الركاب والحيل خلاص. هل الحين انا ضامها من عادة حقه ما بعد لا حقه ولا لقي ولا جذع لما شو عن يعني مثل الثرايا والحول لما شو عن الهيله ودك بقايا الحول والسيارات قصدهم الشطار كلام صحيح. السن هذا السن كله هذا اللي ودك يجلب من هالبعض السن كله بيخف شوط السيف بيروح فيه بس نوعيات السيف وفي ناس رايحين خايفين من الفحص بيخف شوط السيف يقولون الحين واحد مثل يقول سعد السن الصغير يقول يحتاج للحماية يقول يمكن المطية يقول في مرحلة نمو وكذا يقول يمكن المطية الكبيرة تتحمل أكثر من الصغيرة. نعم. لا هو جان يقول أنا أقول كذا في شل يعني في مجال أن الثنايا وبوش اللي جات عن ربايعين هاي خطفهم مثل ربايعين. أما طعمك بالنسبة للحشاوين أنا أقول الفحص فيه نزيل المحافظة عليه طال عمرك ويكون مستمرات فيه. لا بس هو ابو ذيب هو خص على اشواط الرموز. ما انا خص اشواط الرموز. الحين في سنه في سنه هذا مطلب وهذا مطلب كلها قيدات تجداس الفحص ولا تاخذها مثلا ما تاخذها المؤسسات اللي يشترون. انا ترى ما احكي عن مؤسسه معينه عن المؤسسات جميعا تجتاز الفحص ولا تاخذها. والسنه هذه مثلا ما السنه اللي طافت ما اجتازت الفحص ولا اخذتها رديتها والسنه هذه اجتازت الفحص وهم رديتها ما اخذتها وتاخذ رمز. شوف المشتريات طبعا كنت لا تقول لي انت ما تقدر تفرض علي. انا ما افرض عليك لا ما افرض عليك وجهه نظر. انا ما افرض لا انا ابي مرئياتك انت انا بمرئياتك المشترى وايش انا بقول لك هم الحين اللجان هذه ولا الفريضه ما حد يفرض على احد. احنا بنتكلم عن المؤسسات طال عمرك هناك لجان تشتري اذا صوتوا كلهم على مطيه شرع اختاروا النوعيه اللي يبغون لكن اذا تصويت واحد واثنين ما صوتوا بنهايه المطاف وجهه نظر. نعم قبل ما نروح الفاصل ناخذ جزء اخر من التغريدات. خالد محمد الجهني يقول العلاج الان ما يفيد الا بالسبوق وانا اشوف يرفع الفحص من سن الثنايا والحيل فقط. لايف الريس يقول الوسميه بكره الخيارين مشريه وهي ثنيه وماخذ الرمز في العمانيات في شوط مفتوح التنشيط وخذت الرموز عند الشحانيه ومن اقوى الحلال عند هجن الشحانيه. الوسميه صحيح. عنيد يقول مرحبا ابو محمد وصل سلامي للمحللين وسلام خاص لابو ذيب وما شاء الله على الوجه البشوش اخوكم العالمي وترشيحي مع هجم مرغم. الوجه البشوش من انا ولا ابو ذيب؟ لا كان ابو ذيب مجامل. انت بتاخذ الاذاعه بتاخذ المقدم الوجه البشوش ماني معطيه احد اليوم. ابو محمد كان يقصد ابو ذيب لازم هذا مجامل شوف النظره. لا هو ترى خابره قد ينشوفه جدا. من هو؟ العالمي اشهر من نار على علم. نعم ابو رحاب معروف. ياسر بن علي المجعلي يقول مساكم الله بالخير يا ابو محمد بصراحه نفتقد شعار محمد بن زايد المنصوري الاعصار الغربي من اشواط السيوف واشواط الرموز. شعار سجل اقوى الارقام من رموز في تاريخ الركض وليه ما حد سجلها الى اليوم. لو دامت شكرا لك ياسر. وشعار محمد بن زايد غني عن التعريف. شعار محمد بن زايد المنصوري وبيجي ان شاء الله. هذه الهجن ترى موسميه ترى احنا شفنا اسماء محمد بن زايد وغيره من الاسماء اللي حققوا نجوميه لكن لو دامت لك ما وصلت لغيرك. اليوم مع فلان وبكره مع فلان. نعم يقول اعتقد سالم بن قنزول او مش واضح الاسم بالضبط يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على التنظيم والجوائز الطيبة. نتمنى من اللجنة التوحيد في تثبيت الحلال سواء الانتاج أو العمانيات بخصوص هجن الشعب. والله يا بن قنزول هذا رأي طيب. والله هذا صراحة والله محمد أنا عندي وجه في النظارة على التشبيه هذا. تفضل. التشبيه مفروض يا أبو محمد أنا متشبه مطيه مرة. مو بتشبه يعني لازم كل المركات تشبه وهي نفس المطيه. هاي المطيه ترى عليها شريحه وعليها طعمك معروفه وناقه فلان وناقه فلان معروفه هات البوش هاي لازم هذا ابو سلطان مجتمع وتوحدت اللجنه كامله المفروض طعمك انا طالب هذه ما راح يتحمل شرط الحين بقول الحين المسويات في الكبره معروفات كلهم البوش هاي ومفحوصات ومرتبات بعد شوي بين خلاص انا اقول يسدن الموسم كله هذا. لا بس انا صراحه يا ابو سلطان انا ما الوم اللجان ترى الصراحه اكبر مسؤوليه على ملاك الهجن. اللجان هي اللي خلتهم يعيدون النظر
مره ومرتين في المشاركين، والسبب احنا السبب وش هو به؟ التلاعب ما تلاعب الامور دي كلها، تغيير الشريحه يعني. التغييرات هذه اللي خلت اللجان طال عمرك يعني تقل الثقه، ما اقول تنتزع، تقل الثقه في لجنه المشاركه. لكن طال عمرك لو ان هاللجنه التزموا والله يا الاتحادات يسهلون امور كثيره، ونتعاونون مع العرب ويسهلون امور يعني التعاون مع الاتحاد واجب يا ولد. حمد يقصد انه قبل الركض قبل كل ما امس حضروا المرشحين مسجات شوط السيف وشوط الزمول والانتاج والمحليات، ويمكن معروفات حضرهم في التحضير وشيكوا على رصايصهم على تصويرهم. صحيح، هذا انا كلنا طالب فيه، انه قبل الركض لازم يحضروا الحلال ويشيكوا على الحلال. زين، نفس الشيء يعني التشبيه في كل مركات تبونه. اي قبل الركض هذا هو. قبل الركض لازم بس يقولون لا، يقولون لاكتها الحين معروفه ليه تشربوني وتجيبوني اشبهها مره ثانيه. في ناس انت الحين مؤيد الحمايه، شفت هذا اللي يتكلم الحمايه هو نطلبها. تدري ليه؟ تدري يا ابو ذيب ليه؟ اذا قد ناقتك معروفه ولا جابوها بقول ما انا ايش معنى جبتوا مطيتي ولا جبتوا مطيت ابو ذيب ولا لا. هم يقول لك ما نبيك تجيبهم نهائيا. هو في ناس يقول لك يطالبون. لا بس في ناس يتلاعبون ابو محمد. شلون نوعيه التلاعب؟ في ناس يتلاعبون كبار السن، بعض الناس طال عمرك يسجل له باسم مطيه. زين، وبعضهم يغير ملكيه المطيه نفسها، ما يحطها باسمك يا سعد، بيسجلها باسم فلان وبيغير شريحتها لهدف معين. الهدف وش هو؟ والله مطيه ابغاها تضغط على ناقه حامد ولا بيت حامد. يوم تتعلم ليه ما تسوي لها رادع وهذا؟ طيب الحين شغالين. هذا هذا رادع، هذا رادع الحين عندي مطيه. رادع تدبني انا به؟ رادع هذا هو رادع. حمايتك انت، يمكن اصغر السن لكن ما اعتقد انها بكبار السن. لا بقول لك الحين مطيه مسجله، بغير شريحتها بحطها في بعير، بحط في قعود ثني، ما في تشبيه ولا شيء. بجيب على الركض بركضه، هو الشريحه شريحه بعير، لكن هو اكيد ان اللجان هذه اكيد انها ما حطت الا حمايه. لا لا حمايه. زين، خالد يقول اول مره اغلي ابو ذيب لكن تاخذ جايزتي عشان فحص، واللي وراي منشط رافع الفحص مطلب للجميع. يقول اول مره يغليني؟ أول مرة لا يغليني، شل غلاك يا شو اسمه خالد. هو الوحيد اللي يغلي ابو ذيب. يقول اول مره يعني قبل ما في غلا غلا ما جاي هاي مره الليل يا خالد ايضا مو بخالد رفيقك غيره. ايوه يقول يا سابق ما تصل الا وحدها أدها الى الفنش من دون ضربه ولا صوت. على ثمنها ساع خلص هددها يسوم بن زيتون ويزايد الحوت. الحوت على هالابيات الحلوه نروح فاصل وراجعين لكم. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، يبدأ العد التنازلي لمنافسات أشواط الختام. عندنا بكرة إن شاء الله تحديات قوية مع هجن أصحاب السمو السعادة الشيوخ للسن الحيل والزمول، وبعد بكرة إن شاء الله تاريخ 14 الختامي، ختامي مهرجان المؤسس. اللجنة المنظمة لسباقات الهجن قبل قليل بعثت برسائل للمشتركين، حيث تنوه اللجنة المنظمة لسباق الهجن للسادة المشاركين بالأشواط الختامية لرموز سن الحيل والزمول في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والمقرر لها مساء يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر ديسمبر للعام 2022، بأنه سوف يتم منع الدخول إلى ميدان سباق الهجن في وقت السباق باستثناء السادة المشاركين بالأشواط الختامية للأشواط العامة المخصصة لهجن أبناء القبائل، ولن يسمح بالدخول إلى ميدان الهجن لغير المصرح لهم بالدخول. ملاحظة، سوف يتم منع الدخول إلى ميدان الهجن سواء بالمسارات الداخلية أو المسارات الخارجية من خارج ميدان الشحانية إلا بالتصريح، والتصريح اللي بيستلمه لاستلام التصاريح الدخول الخاصة بالمشاركين في الأشواط يرجى مراجعة مكتب اللجنة بالشحانية صباح يوم غدا الثلاثاء. بكرة عندكم يا الربع، بكرة الثلاثاء من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 10 هناك الأخوان في اللجنة
لا قبل ما ناخذ الاعلان خلونا ناخذ صور التصريح قبل ما ناخذ الاعلان الثاني يا الربع. نعم هذه التصاريح شفناها قبل شوي. عندنا تصريحين. هذا التصريح للدخول داخل الميدان. لا هذه الازرق اللي هو قبل الانطلاقه الزمول قبل صلاه العصر. اي نعم. وهذه الانطلاقه الثانيه اللي بعد صلاه العصر. هذه الانطلاقه الثانيه الخاصه بحيل الانتاج وحيل العمانيات والحيل المفتوح في شوط المرين. هذه التصاريح يا الربع اللي مشارك في اليوم الختامي يروح بكره من الساعه 8 الى الساعه 10 في مكاتب اللجنه. هناك الاخوان بيستقبلونكم ان شاء الله، بيوزعون عليكم التصاريح على حسب وجود اللي هي الاسماء المسجله في الكشف. ايضا في تنويه ثاني وتعديل على جدول الاشواط، هذا مهم جدا، مهم ايضا هذا التعديل. اللجنه المنظمه للسباقات اللجنة كذلك ارسلت للساده المشاركين وتنوه على الساده المشاركين بالاشواط الختاميه الرئيسيه لرموز سن الحيل والزمول المقرر لها مساء يوم الاربعاء الموافق 14/12/2022 ضمن فعاليه مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لسباقات الهجرة العربية الأصيلة، بأن برنامج ترتيب انطلاقات الأشواط كما يلي: الانطلاقة الأولى ستكون مخصصة لأشواط الزمول عدد 3 أشواط، علما بأن التحضير الساعة 12 والانطلاقة الساعة 1. 3 أشواط للزمول تحضيرها الساعة 12 وانطلاقتها الساعة 1 وترتيبها على النحو التالي: الشوط الأول شوط زمول الإنتاج، الشوط الثاني شوط زمول العمانيات، والشوط الثالث شوط الزمول المفتوح. إذن عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى تحضيرها الساعة 12 انطلاقتها الساعة 1 ومعنية بأشواط الزمول 3، زمول إنتاج وزمول عمانيات وزمول مفتوح. الانطلاقة الثانية مخصصة لأشواط سن الحيل ورموزها عدد 3 أشواط، علما بأن تحضيرها الساعة 2 والانطلاق الساعة 3. التحضير الساعة 2 والانطلاق الساعة 3 العصر. الشوط الأول حيل الإنتاج، الشوط الثاني حيل العمانيات، والشوط الثالث شوط الملايين الحيل المفتوح. مبارك، أعتقد واضحة الأمور. واضحة. على مرحلتين. على مرحلتين. ونشكر اللجنة على فصل أشواط الزمول من فئة الزمول من فئة الحيل، أنها الساعة 1 تنطلق أشواط الزمول والساعة 3 تنطلق أشواط الحيل، يعطي فرصة للمسايرين ان هل الزمول في ناس مسجلين في الزمول ما عندهم شيء في الحيل، والعكس صحيح. يخف الضغط شوي على الميدان وتتضح الرؤيه عند المساير لساير حلاله. فنشكر اللجنه على هذا القرار، وكذلك وضع التصاريح انه ما يدخل الميدان الا المشارك، كذلك بعد تشكر عليه اللجنه. ان الركض الواحد اللي قده يساير ابو محمد خص شوط رمز لازم يكون فيها شد في الاعصاب، مغار الشوط مطيته اللي مطيته تأخر واللي مطيته تقوم قدام، فزحمة السيارات وضغط العرب يأثر شوي على المساير. والسبق في اللاونة الأخيرة كلها الركض كلها مساير. بس في ملاحظة مهمة أبو حمد، التحضير تحضير الزمول الساعة 12 انطلاقتهن واحدة، تحضير الحيل الساعة 2 لأن في إجراءات وانطلاقتهن 3. في إجراءات أبو محمد صح، اللجنة قائمة بها، وهذه إجراءات حرص على المشاركين، يبغون ما يشارك إلا واحد يعني قد ما يقدرون يضمنون عدم مخالفته قبل الانطلاق، سواء كان من فحص شدة مطايا، سواء كان من فحص الراكب صالح المركب. نعم صالح الأمور كلها مصالح. وبعدين المطايا الكبار هذه مطايا راية التحضير، يعني راية مراكيض ما عاد عليها، الواحد يخاف من التحضير الطويل على المطايا الصغار، لكن المطايا الكبار ما عليها خلاف إن شاء الله. نعم. يقول سليمان أخوي سعد أبو ذيب كلامه في محله، وأنا مع رفع الفحوصات على سن الكبار. أيضا مغرد باسم شخص محترم يقول أتمنى التشديد على الدم. أعتقد أن الجماعة ما وصلوا إلى آلية توضح الدم. اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة في قطر كانت قبل فترة في كلهم يعني في اتجاه أنها تجري فحوصات على الدم، ولكن بعد المشاورات مع الأطباء البيطريين والمختبرات اكتشفوا أنه ما في آلية تحدد الدم، ولا شلون شو اللي صار يا أبو علي؟ أبو محمد آفة الدم هذه مثل ما نسميها غزت رياضات سباقات الدم، ولكن لحد الحين ما فيه معيار معين يبنى عليه المطية فيما عدا بس ارتفاع الدم
هذا بعد من عدمه، ولكن مثل الاشياء هذه في حلال، هذه بنوصل يوم من الايام في حلال دمه مرتفع يعني دمه مثلا المعدل الطبيعي زيد درجتين وتقول لي بيزيد عنه، بس هم الحين هم الحين بس نتائج الفحوصات بعد يعني او فحص الدم بعد المجهود او في نهايه الشوط تكون المطيه واصله على 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 الدم عندها عالي. بس شوف الحين لو نتكلم عن ملاك اللي هي اخذ العينه بعد الشوط مباشره المطيه جايه بادر مجهود، فالدم يكون عندها اوريدي مرتفع والخوف ما يقدرون يحكمون الموضوع هذا. بس انا اتوقع محمد لا لو في جهه مبارك لو يحط معدل لو في جهه ما يحكمون في الدم ويحكمون في العلاج، خلها كلها مفتوحه خلها تروح. الحين ما يحكمون في الدم مرتفع عند دمها عندك ابن حباب يوم جات من تاهيه ولا المعالجه اللي علاجها بسيط وكذا وراعيها بيسترزق وبياخذ جايزته وبيروح لهلا. لا ابن حباب يقول لها الامور على كيفه. ها بالنسبه على كيفه بالنسبه كل نحط المله القرصه قرارات هناك اللجان هي المعنيه بالموضوع هذا، ولكن صار لهم سنوات بخصوص الموضوع هذا اللي نسمع منهم من ما نقول حل معين وهم أدرب على المواضيع وهم أعلموا الحلال أدرب حلال. أنا أتوقع يوم من الأيام أنه بيوصلون لحل، وأنا أتوقع لو في جهة تبنت هالموضوع هذا كعلم معرفة نار تنجح 100%. معيار ارتفاع الدم من نزوله هذا مو معيار، بعض الحالات ما قال مبارك قبل شيء بعض الحالات الدم بروحه مرتفع وبعض الحالات لكن إذا تبنت جهة دراسة معينة علمية بحت وصار قبل الدراسة أو بعد نتائج الدراسة هذه يكون هناك فيه توعية للملاك بأنه كذا كذا، يعني يكون في شفافية مع الملاك. أعتقد أن الملاك الحين صاروا واعين، وسبب من أسباب وعي الملاك هي المؤسسات. مؤسسات طال عمرك الحين أي مطية دام مرتفع ما يشترونها. ما حد ماخذ. طيب ما دام أنا ما يشترونها أنا ما دربت اليوم وتعبت إلا أبغى أبيع. ما زين يا ربع، في واحد من الأخوان يسولف معاي يقول لي يا سعد الخطأ ما نعالجه بخطأ. طيب. خطأ ما يعالجه بخطأ، يقول أنا ناكت السبوق اللي من بيت طيب. من بيت العريب عندي وتعبان عليها طيب. يقول أنت بتجبرني في خل في فتحك للموضوع هذا أني أعطيها اللي أعرفه واللي ما أعرفه، ويمكن هذا يضرها ويهدم ذا البيت اللي عندي من سنين مشيد ساسا على ساس. لا بس أنك ما توقعت ما العرب بشارين منك أنت بي أنت يوم أنا يوم دربت أنا يا أبو ذيب ودرب ابن جرحب وشو يبغي؟ أنا ما أبغي سعد يجي يشتري مني من غير قصور فيه، أنا أبغي المؤسسات اللي تشتري مني صح ولا لا؟ صح. أنا إذا حطيت سايدها قادها وحطيت رجلي في التانكي العرب ما هم شايرين مني، العرب بعد من دون عمارة. أنا الحين كمؤسسة أنت إذا فتحت أنت الحين إيه؟ بتخلي العرب كلهم يحطوا رجلهم في التانكي. أنا ماني فاتح، أنا يمكنني أنا ماني هنا ماني جاي ندافع عن اللجنة ولا عن غيرها، لكن أنا يمكنني ابتلشت بك. أنت اليوم تطالبني بشيء وتبغي شيء وكل يبغي الشيء اللي في يده. ما هو بيفيد، يمكنني انا طالب مصلحه الجميع لكن واحد يطلب المصلحه نفسه. انا الحين بعد ابغي انافس مؤسسات صح ولا لا؟ وابغي اخذ رموز واخذ جوائز، لازم اني اكون انا بعد متحرصن عند روحي، ماني براح انا اشتري مطيه اذا مخربطها ولعبن فيها، انا وش بتنفعني بكره؟ يقول بقولها انا بقول لك مثل راعي المؤسسه، انا اشتري المؤسسه، صح. انا اشتري ناقه ابو ذيب، ابو ذيب دمها فوق ال 50 ولا فوق ال 45، وش بتصرني به؟ ما عاد بسرتني وانا ابي انافس بعد المؤسسات. هذا بعد ترى الشراء يقول كذا وانت يا رعد ذلول بعد تقول لا انت حطيتني الحين في موقف الحج، انا كيف الحق حامد وكيف الحق مبارك بن حباب وحامد كيف اسبقهم الا اني بعد حاط رجلي في الدعسه؟ ترى النقيضين موجودين هنا وهنا في المؤسسه، يقول لك اللي بيشتري انا ما تصرني ناقه ابو ذيب ودمها مرتفع، انا بنافس مؤسسات، انا بشتري ومطلوب من معازيبي اني ادي انجاز. مبارك بعد بيقول في من ضمن الاخويا انا كب الحق الربع ذا وكب اسبقهم ولا دم 23 ولا 24. ترى كل هالضوابط عند اللجنه يا محمد، كلها ترجع للجنه. انا هالحين يا اللجنه انا اقترح قبل يمكن 3 سنين من جهه الدم، انت يا اللجنه تبين تضبطين الدم تضبطين معياره، تعال يا ابو ذيب مفطامينك اللي بتربط السنه هذه اللي بيروحون الزمان الجاي حقائق، دير بالك عليهم ترى عليهم فحص دم خلاص. ابو ذيب تربك في الحقائق ذي معطيهن حقائق دي واللقايه وتروح من فوق مع لها ضوابط، لكن تبدا من جديد ابدا من جديد بس اذا طلع عند ابو ذيب مفروضه دمها 40 خلاص مسجله هي عندي انها 43. تبغي اللجنه تفحص الالاف المؤلفه؟ لا ما تفحص. انا زين الحين انت على قاعده على الحاله الشاذه، على الحاله الشاذه هذه ما تبني لك معيار كامل. الحين
الحين البشر الحين بني آدم كل مجموعة من الناس فصيلة دم معينة. إذا ترى يعني ما في فصيلة دم تركب على فصيلة دم معينة. أنا المطايا ذي الحلال البل لحد الحين ما فيها دراسة. طيب أبو علي سؤال. لكن أتوقع لو تبنى الجهة الموضوع ذا بنوضح شيء بس للسادة المشاهدين. النقاشات اللي تدور في المجلس هي نقاشات موجودة في كل المجالس في كل عزبة. فحنا نحاول على الأقل لو حنا ما قدرنا أن نصل الحل على الأقل نحدث حراك في هذه المجالس اللي موجودة في الرئيس. تبدأ النقاشات ربما من شخص فكرة. يأتي حل فكرة. وتأتي مبادرة وتأتي صح. فكرة بل أفكار وبالتالي نساهم بهذا الموضوع بالارتقاء صح. ترى المناقشات أبو سلطان نعم. فيها الشيء الإيجابي فيها الشيء السلبي احنا نحاول بقدر الإمكان أن نقرب من الإيجابية ولا ندعي المثالية لا لا. ولكن نحاول نفكر يمكن يمكن تفكيرنا حل. هذا أي نعم. يجي حل من عندنا ولا في مجلس نشجعهم على التفكير ويطلع من عندهم حل أيوة. أنا أقول لو يطلع من اللجنة معدل رقم للدم شرط حيما أقول الدم الطبيعي يكون من 34 أو 35 الكبار أظني أو 36 أو 36 هذا فوق الطبيعي شوية لا لا بس أنا بس لك أبو علي خلي أبو علي أنا بوجه خلي أبو سلطان بس خلي خلص خلي أكمل ما يشتم مبارك يشتوي ليش ما يشتوي لأن في حلاله سلطان دمه ما عليه فديتك مطيب وحده ولا وحده الوادر الوادر الدم طالع هم كل بوش طالع دم النادر بعض هالسلالة أنا شو ليش أنا هم تدري عليك شيء ليش ما أفحص بوش طبيعيات ما فيهن شيء مرة ما عطيان أشوف معدل دمها أفحص 100 مطية مجموعة هي أشوف معدل دم كم هاي كم الفوارق اللي بينهن يعني كم هاي وأخذ على معدل واللي مقول عكس كم عطاني بعد مرتفعات بحط فوق هذه لا درجتين نعم وبحط هذا المعيار خلي معيار على الجميع ايه يعني كل على كل اسنان يعني بس يا ابو سلطان مو بتعترضني في نص المسافه وتقول لي ترى عليك فحص دم مثل بتبدابها مثل كذا بتحط لها معيار مع مثلا نقول خليك بتحط لها 36 ولا 37 ها حط هالي من السنة اللي بتبتدي ابدالي من الفطامير وجاي التنفيذ شوف التنفيذ سهل مثل ما قال ابو ذيب التنفيذ سهل لكن الكلام في معرفة كلام في أحرم رجال أحط لي معيار معين وأحرم جايزته 500,000 ولا مليون أحرم علشان بس معيار أنا حاط معيار كم تهقى المطايا اللي مرتفع عندها ما يعني العادية كم نسبتها ما نقدر نحط نسبة اكيد اللجنة دارسة المواضيع ومفكرة فيها لكن في حلول على الطبيعة حط شيء علمي على الطبيعة طبيعيا 36 وفي 39 زين وهذا الشيء مر علي انا طيب السنوات الماضية ولزحت الناقة وجابت لها حاشي وبنتها نفس الشيء زين كم مطية مر عليك؟ كم مرة؟ كم مطية؟ انا اقول لك واحدة اثنتين بس انا اقول لك ما يجي كل البوش لا لا المعدل الباقي طعم المعدل باقي لكن بكره المطيه هذه اللي عاد معدلها مرتفع يعني معناها انكم انتم متخلصين منها بكره اقول لي مع السلامه زين حامد كم المعدل الطبيعي بحكم معرفتك انت يمكن ولا من 35 وتحت 35 وتحت وتحت طبيعي اكثر الحلال تلقاه من 35 تحت هذا الطبيعي هذا الطبيعي في السن الصغير في السن الحقائق لا يفرق ليه كم السن الصغير تلقاه من تحت 30 في يعني حقائق 27 28 لكن من السن اللي قايفه تكون مطية على العلاجات الجديدة والفيتامينات والأشياء هذه والخلطات اللي يستخدمونها ترتفع نسبة الدم أبو محمد لا تسمح لي بس تفضل شوف أنا شفت لي تقرير مرة ما في تقارير كلها خارجية ما فيها ولا خليجي صحيح علمية مرة بالنسبة للجهاز اللي يكشف الدم إنه ما نقول للشخص دم هذا ما في إلا جهاز أو جهازين تابعة للأولمبيات وصعب الجهاز توفره والظاهر مكلف لدرجة طال عمرك ان اللاعب الخليجي اللي سحبت جايزته قبل فترة بسبب نقل الدم وسحبت الميدالية الذهبية منه طلعت نتائجه بعد سنة من الفحص يعني شوف تخيل الشغلة مهيب سهلة ليش عقب سنة؟ سنة كم هذا؟ سنة لانه زحمة على المختبر قبل ايام ترى سحبت جايزته قبل شهر او شهرين ما عليه ابو يام يوم النتيجة طلعت عقب سنة مو قديم اللاعب الخليجي أنا ما بدي أذكر اسمه ولا ودي أذكر ولا اسم دولته ولكن سحبت جايزته زين يا الربع نتيجته يوم طلعت عقب سنة هل المختبر عليها ضغط
ولا الفحص ما ادش الاسباب صعوبه السنة. الظاهر صعوبه حتى الجهاز هذا يتواجد بس في امريكا وفي جهاز ثاني ما اعتقد في روسيا او في احد الدول الاوروبيه. معباي دم هذا معباي دم نعم معبي نفس دم وسابق في اليابان الاولمبيات اللي كانت في اليابان وسحب الجائزه قبل شهر تقريبا. فالعمليه مو بسهله انك تجيب جهاز ما في جهاز يكشف عمليه نقل الدم. ولو هذا للرياضي اكيد عند احد من ربعه في الهجم. رأي هجم. لا لا هو لا هو اول لاعب ابو محمد اول لاعب تم اكتشافه سنه 1970 صحيح. فالعمليه فبالنسبه للهجم صعبه العمليه انك تجيب جهاز يكشف عمليه النقل. اما التخمين هذا ظلم. واكيد اللي قال نفكر في المواضيع صعبة التخمين وحنا عارفين ملاك الهجم بيعجزون ملاك الهجم بداوا في عمليه نقل الدم وغربوا وشركتوا ولا سلبيات ولا ايجابيات ترى نقل الدم ما هناك يعني له سلبيات ولا ايجابيات ترى نقل الدم اذا كان في حدود ايجابيات اكثر من سلبياته لو في حدود المعقول ترى ايجابي ما له سلبيات لكن لما يتعدى الحد المعقول يكون فيه سلبيات خطيره وكذلك عمليه النقل لازم انها تكون بعمليه بيطريه او بدرايه نتمنى ان المالك الخليجي ان شاء الله النقل لازم يكون في عياده ما هو في حظيره بطريقه طبيه فنتمنى ان شاء الله الحين تخلص من هذه الافه لكن صعب صراحه صعب والله هذه افه دخيله صعب على صعب صعب, صعب نعم. جدا زين خلونا نروح معكم فاصل نعم. ونرجع لنواصل أوكي. هذه الحلقه من برنامجكم برنامج الرئيس فاصل قصير ونرجع لكم مشاهدينا الكرام خلوكم ويانا ومتابعين يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل ونواصل الحديث معكم في برنامجكم برنامج الرئيس وتجدر الإشارة وننوه بأن بكرة إن شاء الله بإذن الله بيكون معنا في حلقة برنامج الرئيس السيد مبارك بن محمد بن بادي النعيمي مدير إدارة السباقات والأنشطة للرد على أسئلتكم كجمهور وأيضا أنتم كمحللين تكلمنا يمكن في الحلقة عن الحاضنات الله يرحب به وتكلمنا عن الدم وتكلمنا عن موضوع الجمارك وعطوني بعد ايش تكلمنا عنه الشريحه ومواضيع كثيره اشواط الانتاج واشواط الانتاج وغيرها اتمنى منكم تجهزون اسئلتكم بكره اللي عنده سؤال وايضا انتم كمشاهدين كذلك للرد على اسئلتنا بيكون معانا ساعه لان عندنا اشواط السيوف بكره عشان نعطيها حقها فنتمنى من المشاركين لان في اسئله كثيره تجيني أخوي جابر بن هدي يقول أحب أدخل في الموضوع أمسيك بالخير يا أبو هدي عطني الموضوع يكتبه لي الآن جابر ومسيه بالخير سعود بن سلطان بن سند يقول الدم ما له حل الحل الوحيد السبوق يقول الدم ما سبق مطية عادية أبو محمد الآن طال عمرك لو نحط طال عمرك النظر في مشتريات المؤسسات والأخوان المؤسسات الشعبية من خلال دفعهم المبالغ الطائلة أمس شفنا مبارك بن أحمد الخيري شاري البكرة هذه بأربعة مليون اللي خذت اللي هي نجاح لو أن العلاجات ولا أي شيء بيفيد الذلول أي ذلول عادية فما راح أحد يشتري ليه المؤسسات الحكومية تحط التسعيرات يبون يأخذون كل منعوته كل سابق عند رأيها بس احترام الشديد لك ينقلها نقلة نوعية بياخذها أنا ما أقول لك إنه ما ينقل أنت بتوحي بس السبوق الطيبة كل شيء ينفعها كل شيء ينفعها أما الردية ما لو تعطيها وقود طائرات ما سوى بها شيء نعم أبو حشر سالم المقبالي يسلم عليكم الله يسلم يقول السيف إماراتي توب سكرت يقول أكثر هجني دمها الهيموغلوبين من 14 إلى 16 ما يقارب 35 إلى 42 تقريبا هذا الكلام من عرفت الرئيس ودربت من عام 2002 أذكر سنة 2011 أسولف مع فهد بن سيف الخيارين واشتكى من ناقة دمها الهيموغلوبين دايم على 15.5 إلى 16 وإذا نزلته إلى 13
العرب تطوروا وقال انا بعد مثلك واجهتهم عندما قاموا يعطون حتى الاملاح ينزلونه. نعم عنيد يقول المهند قربة ايامه سيف المهند قربة ايامه يا سعد الابيات عدوها في قطر له رفة اعلامه والذلل للسيف مطوها وجاك شراية وسوامه بس اهل الهين غلوها شوط نادر شوط ناري نادر اتيامه وكل نادر فيه حطوها مثل عاقل عاش دوامه صدق وبياته مثل عاقل عاش دوامه صدق وبياته فهمتوها صح الله سانك على الابيات الطيبه يا عنيد عاش دوامه. العسر يقول السلام عليكم امسي عليكم بالخير جميع المحللين سؤال للمحللين كم بيجيبون في السيف يقصد تيم ما ادري حسب الاجواء ذاك اليوم اتوقع بالعشرينات. جابر بن هدي يقول ابو محمد انا عندي سلاله صوغانيه المفاريد افحص دمها اول ما اربطها ويكون دمها اكثر من 30 مفاريد يقول دمها اكثر من 30 وعندي صوغان زمل فحصه في المراكيض افحصه في المراكيض المتتاليه اكثر من 7 مرات ولكن عنده مشكله يعدي الفحوصات واخذ جايزته منها فحص مسبق وفحص بعد الركض وكلها سليمه في الفحص الثامن في نفس الموسم طلع في الفحص وبعد مراجعه اللجنه وجدت النتيجه الدم زايد على الحد المسموح به علما بانه لم يعطى دم وتكلمت مع المسؤولين بأنه لم يعطى دم قطعيا ودفعت عليه 50,000 ارتفاع الدم من عدمه ليس مقياس لفحص الدم. يقول في أي ميدان حشوانه في أي ميدان ما أدري طيب ما لأن طعمك هنا عندنا قطر ما في فحص ما في غرامة واضح كلام جابر يقول حشوان المفاريد دمها في 30 من السلالة الصوغانية دمها فوق 30 يقول عندي زمل بعد من سلالة صوغان يقول 7 مراكيض متتالية يدخل الفحص ويطلع منها ما قبض ثامن مرة يقول دفعت عليه 50,000 لأن قالوا لي اللجنة ندمه صار معنا سواجد فوق المعدل يقول وأنا والله ما جاء دم ولكن صحيح يمكن كثرة الإجهاد والرجال هذا من أصدق الرياجيل بعد يمكن يستاهل جاب نعم. يمكن كثرة الإجهاد يساهم في ارتفاع نسبة الدم محمد أنا عندي بكرة إنتاج أبوها موثق أبوها سوداني أول ما قبضت فحصت الحشوان هي دمت 39 عادي ما في بس حاله نادره يمكن جه العامل بالخطا في ديت خشمك لا يمكن من امه لا نادر يعني شوف كم حاشي قابض يمكن 20 تلقى مطيه ما في ابو محمد ما في ما في معيار يمكن تعبئه امها طبيه علميه ما في بس المبارك هاي الوركات ما تنقبض ما تنقبض لا قبضوها ليش تحطي معدل لا ما في حال اقول لك هاي ما تنقبض ليه عركه الحين لا انت اذا طلبت بالمعدل هي مقبوضه يعني انت حطيتها معدل 35 يعني انا اركضها عشان ادفع عليها بس اذا حطيت معدل 36 ما عليه انا بركضها عشان ادفع لا من يصير بها شيء ابو سلطان بينزل دمه تاكد وما بيسوي شيء الا ما تدرس تماما يصير بها شوي من يفحمه ويصير بها لا بين الدم طبيعي بيترتب وبدل الدم من الدم البايعه هي دمها الطبيعي هذا اصلا وحده هاي يقول الظلم على الجميع عدل الظلم على الجميع عدل لا مو بصحيح من اللي قال هو يقول 39 هو مبارك يبي نبدا 39 عشان ذا البكره ذي وهي قدها معنا يمكن ما عاد بعد موجوده الظلم على الجميع عدل يقول لك يعني معنى الكلمه يقول الظلم على الجميع عدل ما هو باني اظلم واحد واحد عشان الظالم يعني صوب واحد يعني صوب واحد مفتح مره اصبر انا ما تحرك يقول بش حيمان الله يرحمه مبارك بش حيمان الله يغفر يقول على طاري الكلمه اللي انت قلتها يقول احدا ولو يخطي رفت كل غلطته وحدا على كبر الشعير تحاسبه الله يرحمه الشاعر العلم مبارك مش حيمان الهاجري من الفيل انا دريت من السياق الحديث مع الاخوان عرفت اللي يبون يحاربون الدم عرفت اللي يبون فيك يا وذيب من اخواننا موجودين اللي عندنا نية اي نعم عرفناهم احد على استحياء انا والله ما احط لها اعذار ويحط لها انا والله ما اتكلم عني انا اتكلم بس نفس الشيء شوف لا عاد طالبون اللي جانب شيء حنا ما طالبون شيء هم اللي سووه ما نبي غير اللي سووه شيء ما طالبكم اللي جان قولوا سمعوا وطاعه لا طالبوا بالشيء اللي تشتهي خطركم واللي ما تشتهي خطركم وتقولوا لا هجل اللي جان بعدهم على كيفكم انت تطالبني بالشيء اللي تبيه والشيء اللي ما تبيه وهو يمكن مصالح غيرك قلت لا ما ابغيه
اما طالبه مطالبه صحيحه. انت عطيت الدم السنه للعموم؟ عطيت الدم السنه للعموم؟ ما هو بشغلك انا اعطيت ولا ما اعطيت. انا ما طلبت بالدم. لا انا طلبت بالدم. انا طلبت للمصلحه العامه. انا طلبت اني لما خليت جايزتي لا تعطيها مبارك، لا تعطيها مبارك ومبارك مو من حمام مكه، قال مبارك ان معالج مثلي ومعدي العلاج. لا لا انت تتكلم عن شغل خاص، احنا نتكلم عن هذا اللي انا طلبته، عن الكلام اللي تقولونه. هذا اللي انا طلبته، هذا اللي انا طلبته. ان حطيته معدل في حلال طبيعي فوق المعدل، وان حطيته التهاب في التهاب يجي كل شيء يجي فيه التهاب، الانسان يجي فيه التهاب، المضيه يجي فيه التهاب. اجل خلاص نقول يا لجاننا في الاتحادات كلها بيض الله وجيهكم ورسكم مبسوح تمسك، طبقوا نظاماتكم احنا معها، ما عاد عم طالبين بشيء. ما قد عربنا ما قد طالب اللجان بشيء مره كلش. لا شوف ابوي اللجان ان شاء الله نقول اللي موجودين ان شاء الله انهم يتكلمون للمصلحه العامه. احنا بعد نتكلم للجان وراحهم يكونون عارفين الرقم كلكم. نعم. كلكم تتكلمون للمصلحه العامه. ما قصد فيك نعم. ولا لحد ان شاء الله قصد شخصي في ما يطرح، لكن مثل ما قلت قبل شوي واعيد واكررها مره ثانيه بان كل هذه النقاشات نرى ان شاء الله بانها صحيه، قد يجانب بعضها الصواب، ولكن نحاول بقدر الامكان ان يكون الطرح ايجابي، وبقدر الممكن نحفز غيرنا للتفكير للخروج ربما بحلول او المساهمه بطرح مبادره. فكره طيبه. اي نعم، لان اللجان منا وفينا، هم منا وحنا منهم. ابو محمد الافكار مشترك، الافكار هذه تطرح الدراسه بعد، ترى الافكار تطرح دراسه مع اللجان تطرح. اي نعم، واللجان ما تحط قانون لشخص لابو ذيب ولا لفلان ولا للجميع، تحطها للجميع لمصلحه الافكار. يعني شوف مهما كانت القرارات اللجان قرارات يعني شخص اللي يقررها شخص ولا لا، معرض للصواب معرض للخطا. صح. وبعض القرارات يتمون فيها ويعينونها ما هي بصحيحه ويتراجعون منها. صح ولا لا؟ صح. لكن هالحين حنا في كذا نقطه يطالبون، هي مطالبه ما هي اثبات راي ولا اثبات شور. طيب انت الحين في السن الكبير، في السن الكبير شل الفحص منهم؟ لا في سياراتها ولا في غيرها، في السن الثنيه وفي السن الرباعيه، وهذا ترى يرفع سوقها بعد لما شليت الفحص منها في السيارات. في السيارات يعني مطالبه كمطالبه، مطالبه بدل ما هي قيمتها بتكون نازله، هذه ثنيه ورباعيه، انا بستفيد منها يا سعد، انا ما ابغى ادخل في الفحوصات، وتاكد انه بيكون عليها ارق من غيره، لانها ما تحتمل غلطته الكبيره منه. الحين انت رفعتها من الرموز الاشواط الاكبر من الاشواط هذه، ارفعها من اشواط السيارات، خلي المسلمين يتغنمون. عموما بكره مبارك النعيمي عندكم ان شاء الله، وايضا جهزوا اسئلتكم، وايضا الجمهور اللي عنده السؤال واللي حاب انه يشارك، فنقول باذن الله بان بكره اخونا مبارك محمد بن بادي كعادته دائما وكعاده اللجنه المنظمه للسباقات الهجن في قطر الشفافيه وايضا التعاون الدائم والمستمر. احنا نشكر ابو محمد على حضوره بكره ان شاء الله ويانا باذن الله. الاسئله كثيره حتى من ضمن النقاشات مع ابو محمد مره من المرات على الشخص اللي مفلس في شوط الرمز، جاي سابع ولا ثامن ولا تاسع وافرض عليه غرامه. هذا الشيء بعد انا اشوف انه هو الرجال رايح الطمع، عود الطمع فيها الحين، صح ولا لا؟ لان اللي تبي العشاء والعشاء مظهرها. اي نعم. الرجال مفلس. نعم. وزدت معك. زدت غرامه بعد. اي نعم. لا بس هو يوم روح ما روح مفلس. يوم يداقل الربع قدام. نعم. يوم يداقل الربع قدام. يعني في بعض الاشياء وحنا اللجنه صراحه مشكوره على تجاوبها معانا، واللجنه في قطر وايضا اللجان الخليجيه كذلك مشكوره. قربهم من مالك الهجن، ترى والله الرياضة هذه ما تطورت ولا راح تتطور إلا بهذه اللحمة وبهذه الأفكار. إيه الأفكار الطيبة. الاتحاد معين من دون اتحاد. لا للجميع. مطالبتنا للجميع الاتحاد. يا أبو محمد اللي بيعرض فكرة، ترى فكرة معروضة، إن بغيت أنت زين ما بغيت مجال عندها وسيع. وترى أبو محمد هذا الكلام موظفين اللجان جزء لا يتجزم المجتمع كلهم هالركض. موضوع أبو محمد ترى العام مطروح من ضمن النقاشات. لا اللي هي اللي بتطلع من الرقوم فتفحص ويحتفظ، كان مطلب العام أيضا. أي نعم. يحتفظ. أي والله. لا الزين في الاتحادات عندنا في الخليج أنه إذا في حال أي اتحاد تبنى أي فكرة معينة ولا أي شيء وشارط الاتحادات باقي نجاحه طبقوها طبقتها ما في اي مشكله. صح. وهذا الشيء الطيب يعني لانهم يدورون الصالح. الاتحاد اللي بيبادر وبيخطي خطوه ايجابيه من مصلحه هاللجن بيكون هو الرائد في هذا المجال، وكذلك الاتحاد الباقي يقتدون فيه. به. نعم صدقت. وهذا الشيء اللي ساهم في تطور رياضه سباقات الهجن، افكار كثيره جاءت في الاونه الاخيره
ساهمت في نهضة ورقي رياضة سباقات الهجم بدءا من الراكب الآلي وصولا إلى تذكر الفكرة اللي جابها المنصوري أعتقد فكرة الستارت نعم الخصيب الظاهري خميس بن محمد الخصيب الظاهري نعم عندك فكرة حمد بن جرحب مسألة التسجيل الناس تدعي لك إلى اليوم أبو علي الله يجزاهم خير وقف معاد تدعي الآلي يكفي أبو محمد عنهم كلهم الآلي اللي يركضون بالراكب يكفي عنهم كلهم أي والله أول معاناة أي والله الحمد لله انتهى الوقت شكرا لكم يا الربع شكرا لكم مشاهدين الكرام أعتذر اللي ما قدرت أقرأ رسائلة ترى الضغط كبير ارسلوا على تويتر أما تليفوني والله يا الربع ما أقدر ترى يجيني فوق 100 رسالة اعذروني هذه شوي بعد يرد على بعضها وبعضها يخلي آي سي ميلون على رعايتهم لنا في برنامج الرئيس شكرا يا آي سي ميلون السلالة الطيبة مهيب السلالة يا ودي السلالة والعدد حط لي أنا وياك في سلة ومن الله في سلة هذه فوالة آي سي ميلون نشكرهم جزيل الشكر دمتم في رعاية الله مشاهدين الكرام إلى الملتقى غدا دمتم في خير وسعادة وتصبحون على خير.